هنبتدي مع حضراتكم المحاضرة الأولانية عن النظرة عامة، يعني الأدب القبطي واقف فين في الدنيا، الناس بتعمل إيه وبتدرس إيه وكده. المحاضرة دي زي ما قال المهندس رفيق كنا ألقناها قبل كده هنا في نفس المكان في شهر 4، بس يعني لأن طول الوقت في ناس جديدة بتيجي تسمع وكده عملنا لها أبديت يتناسب يعني مع الناس اللي لسه بيبتدوا الدراسة في موضوع الأدب القبطي. أول حاجة، أي أدب في الدنيا هو نص، والنص هو كتابة عبارة عن كلام وصلنا بصورة مكتوبة. وعشان تعرف إيه هو الأدب القبطي أو إيه هو أي أدب في الدنيا لازم تعمل له عملية إيفالويشن، عملية تقييم. عملية التقييم دي مرتبطة بشوية عناصر زي الطول، زي الغرض، زي الإتاحة، زي مواد الكتابة. إزاي بتحكم إن النص اللي في إيدك ده، النص اللي مكتوب ده في إيدك، هو نص أدبي؟ وليه يتسمى نص أدبي يعني؟ فبنحكم على النص إنه نص أدبي من خلال شوية حاجات. أول حاجة الطول، الحجم يعني بتاع النص. فطول الوقت النصوص الأدبية هي نصوص طويلة مقارنة بالنصوص الوثائقية إنها نصوص أقصر. الغرض اللي اتكتب عشانه النص، النص الأدبي، وبمناسبة لما بنقول أدب إبطي فاحنا بنشمل بهذا المصطلح، بنشمل به ترجمات الكتاب المقدس للغة القبطية، عشان بس ما حدش يتخض من المصطلح. فالأدب الإبطي بيشمل كل من النصوص الطويلة اللي مكتوبة باللغة القبطية بما في ذلك المترجمة إلى اللغة القبطية زي الكتاب المقدس والبترولوجي وغيره وغيره. تمام؟ فاحنا بنقيم النص من خلال الطول، الحجم، وبنقيم النص من خلال الغرض. فالنصوص الوثائقية، النصوص القصيرة، الغرض منها دايما مرتبط بالأفراد اللي اتعاملوا عليها. مثلا وثيقة زواج فمرتبطة بالاثنين اللي اتجوزوا والاثنين شهود وخلصنا. مثلا وثيقة بيع وشراء مرتبطة بالبايع والشاري والشهود وخلصت. إنما النص الأدبي مرتبط دايما بغرض أوسع، اللي هو غرض الانتشار، غرض إن أكبر عدد ممكن من الناس يقروه، بدليل إن نصوص كتبت في القرن الرابع لم تزل ذات قيمة النهاردة في القرن 21 يعني. فده من حيث تقييم النص، من حيث الطول والغرض. كمان بنقيمه من حيث الإتاحة، الأكسس أبيليتي. النص بعد ما اتكتب هل هو كان مرتبط بمجموعة قليلة من الأشخاص، بمجتمع رهباني ما، أو بمجموعة معينة من الأشخاص في زمن ما ومكان ما، ولا كان الغرض منه أن ياريت كل الإنسانية تقراه؟ زي مثلا لما تترجم العهد الجديد حوالي القرن الرابع للصعيدي، كان الغرض منه إن شاء الله كل مصر تقرأ، إن شاء الله كل العالم تقرأ لو ده ممكن. فالإتاحة، بنقيم النص إنه هو أدب أو بنقول عليه إنه أدب من خلال الإتاحة. يعني زي زمان مثلا القصايد كانت بتتكتب وتتقال شفهة، جات الطباعة فبقيت القصايد بتطبع عشان الناس تقرأها. دلوقتي مثلا الشاعر ممكن يسجل قصيدته ويحطها على اليوتيوب. الإتاحة، إيه الوسيلة اللي أنت بتعملها عشان تخلي النص ده متاح لعدد أكبر من الناس. كمان مادة الكتابة، النصوص الأدبية في طول الوقت في مصر يا إما على البارشمنت، الرق اللي هو جلد الحيوان، يا إما قبل كده كان على البردي، يا إما دلوقتي على الورق، سواء على الورق لما كان بيتنسخ باليد مانوسكريبت أو حتى الطباعة. فالطول، الغرض، الإتاحة، مواد الكتابة، دي الأحكام اللي احنا بنحكم بيها إذا كان ده نص أدبي ولا مش نص أدبي. فيما عدا عن اللي احنا بنقيمه نص أدبي، الناس بتقول عن بقية النصوص حاجة من الاثنين، يا إما وثائق دوكومنتري، ودي مرتبطة زي ما قلت لحضراتكم بغرض معين، فترة معينة، مجموعة معينة من الأشخاص وبينتهي دورها، لكنها مهمة من حيث الدراسة عشان تدرس المجتمع ده كان بيفكر إزاي وكان بيتصرف إزاي. وفي نصوص ما بين اللي بيسموها سيمي ليتراري أو شبه أدبية أو نصف أدبية، ده هنجيله بعد دقيقتين يعني. فالأدب القبطي ما دام قد توفر فيه الطول والغرض والإتاحة ومادة الكتابة اللي احنا عايزينها، بس لازم نسأل روحنا سؤال تاني دلوقتي. الأدب القبطي مش متعلق في الهواء، الأدب القبطي مرتبط باليوناني، لأني لما جت اللغة القبطية تنشأ أو تنمو في مصر كلغة أدبية من القرن الرابع لحد مثلا الحداشر أو الاتناشر، كانت اليونانية لم تزل موجودة وقوية وحية ومستخدمة. فإيه علاقتهما ببعض؟ ده سؤال مهم جدا. السؤال الثاني، في أدب، وده على فكرة الحالة دائما في اللغة القبطية أو في الأدب القبطي، في أدب مش إحنا اللي أنتجناه في مصر، هو مستورد، كتبوه الآباء الكبار في أورشليم، كتبوه في أنطاكيا، كتبوه في روما، ثم ترجم إلى القبطية. فالنسخة القبطي اللي موجودة عندنا في مصر هي أدب قبطي أنتج في مصر يخصنا.
لان مهما كانت الترجمه دقيقه ومهما كانت الترجمه امينه فلازم فيها تاتش يخص اللي ترجمها، لازم فيها تاتش مصري. تمام؟ فاحنا دايما بنعرف الادب القبطي ان هو كل اللي اتكتب في القبطيه مباشره وكل ما ترجم ايضا الى القبطيه. مش بس كده، الكنيسه الاسكندريه دي كنيسه غريبه جدا ممتده ابرشياتها النهارده في القرن الواحد وعشرين في الخمس قارات، بس قبل ما يمتد في المهاجر في الخمس قارات كان على الاقل عندنا الحبشه والسودان واثيوبيا حته من الكنيسه بتاعت مصر. تمام؟ ففي ليتورجيا في اثيوبيا، الليتورجيا في اثيوبيا دي باللغه بتاعتهم بالجعزي، كويس؟ لكن تاثيرها وعمودها الفقري والافكار اللي فيها والكلام اللي فيها انتاج مصري. يبقى في الحاله دي هو صحيح مكتوب باللغه الجعزيه او مكتوب بالاولد نوبيان النوبيه القديمه، لكنه ادب قبطي ايضا. تمام؟ لان الفكر اللي فيه واللاهوت اللي فيه والعقيده اللي فيه قبطيه. يبقى ببساطه خالص الادب القبطي هو كل الكلام الادب اللي مكتوب باللغه القبطيه، لكن كمان اللي ترجمناه عن اليوناني وحطينا عليه اللمسه المصري بتاعتنا هو ايضا ادب قبطي، اللي ترجمناه عن السرياني وحطينا عليه اللمسه المصري بتاعتنا هو ايضا ادب قبطي، واللي كتبه الاخرون عننا او اللي ترجموه عننا هو ايضا ادب قبطي. لان بيحدث، ودي بتحدث كتير قوي، ان النص القبطي الاصلي بيبقى ضايع لكن الترجمه الجعزي بتاعته بتبقى موجوده. تمام؟ فانت عايز تدرس الاب اللي عاش في مصر في القرن الثامن ولا التاسع اسمه فلان، واحنا متاكدين انه كتب بالقبطيه بس ما عندناش مخطوط بيحوي كتاباته، لكن عندهم هناك بالجعزي في ترجمه ليه. تمام؟ يبقى الاصل ضاع عندنا بلغتنا بالقبطي لكنه موجود هناك، يبقى ستيل نقدر نقول عليه ادب قبطي او انتاج الاقباط. عشان الصوره توضح اكتر قدام حضراتكم ثلاثه من انواع النصوص. اللي على الشمال ده، دي صوره من مخطوط من كودكس او من مجلد في مجموعه الحمولي اللي اكتشفت في الفيوم وموجوده دلوقتي في نيويورك. واللي على اليمين ده عباره عن استراكه موجوده في المتحف البريطاني. اللي على الشمال ده عظه لحد من الاباء، مش هندخل في التفاصيل دلوقتي. واللي على اليمين ده عباره عن بيسموه عقد تسليم وتسلم، يعني انا قابلت فلان واديت له زيت فمش عارف ايه وبيمضوا تحتها من تحت. ده اللي على الشمال عشان تبقوا حضراتكم مستوعبين تعريف كلمه ادب، هو نص مطول مكتوب على بارشمنت على رق، والرق بيعيش كتير جدا، بيعيش قرون، فالغرض منه والطول والاتاحه بتنطبق عليه انه يتصنف نص ادبي. اللي على اليمين هو نص وثائقي بالثلث، يعني هي عباره عن استراكه حته فخاره مكسوره، يعني حته كده انيه كان بيتحط فيها ميه واتكسرت فاستخدمت لتسجيل واقعه التسليم والتسلم وانتهى دورها عند كده. لكن اهميه دراستها بتاتي من فكره هم ازاي كانوا بيبيعوا ويشتروا وازاي كانوا بيعملوا عقد تسليم وتسلم، حاجات اجتماعيه. اللي في النص ده حضراتكم هو بقى اللي عمل لنا الربكه اللي هو بيسموه السيمي ليتراري، الشبه الادبي او نصف ادبي. اللي قدام حضراتكم ده برديه على بردي في المتحف البريطاني عليها نص سحري. واحنا عندنا نوعين من النصوص دايما هم اللي عاملين الدوشه ده، النصوص السحريه والنصوص الطبيه. تمام؟ في ناس بتقول لك هم اقرب للنصوص الادبيه لانهم بيتنسخوا طول الوقت، الصيغه السحريه بتتنسخ طول الوقت بس بيتغير اسماء الفاعل والمفعول، يعني بتتغير اسم الراجل اللي معمول علشانه، تعويذ عشان جواز او تعويذ عن كذا او عن كذا او عن كذا، بس بيتشال اسم الشخص اللي معمول علشانه يعني. تمام؟ والنصوص الطبيه بالفعل بنفس الطريقه بيتكتب فيها ان العلاج بتاع البول السكري مش عارف بيتحط ايه على ايه على 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 حبايه مش عارف بلح على ايه، خلطه طبيه عشان العلاج. تمام؟ ففي ناس بتصنف هذا النوع من النصوص انه نص ادبي لانه بيتكرر زي ما هو من باب الاتاحه يعني، بيشوفوا ناس كتير. وفي ناس بتقول عليه سيمي ليتراري، يعني انا شخصيا من المدرسه اللي بتصنف هذا النوع من النصوص على انه ديكومنتري، بتصنفه مع الاستراكات والحاجات ديت على انه ديكومنتري لانه مرتبط برضه بالشخص اللي اتعمل عشان ده. كده بصوره عامه ازاي نصنف نص ما على انه نص ادبي او يعني ايه ادب يعني. تمام؟ وعشان ترجع لادب قبطي لازم ترجع للمخطوطات القبطيه. المخطوطات القبطيه زي ما حضراتكم شايفين على الشريحه متقسمه لمجموعتين رئيسيتين، حاجات بيقولوا عليها المجموعه الرئيسيه المجموعه الاساسيه، وحاجات بيقولوا عليها مجموعه المخطوطات الاخرى او التابعه او الصب يعني اللي هي مش الرئيسيه. تصنيفها رئيسيه او مش رئيسيه مرتبط بالحجم مش بالاهميه، مرتبط بالحجم مش بالاهميه. وكان مهندس رفيق المره اللي فاتت ادانا ورقه كده جميله جدا عن المخطوطات دي وعددها وموجوده فين. بس انا الاوفر فيو ده مهم جدا لاي حد بفكر يدرس مش بس ادب قبطي ولا لغه قبطيه، يدرس اي حاجه متعلقه باللقباط.
لان الاقباط ورثه الفراعنه كانت مهمه الكتابه دي بالنسبه لهم حاجه يعني يوميا مهمه جدا. عارف انت الكتاب الكبار لما يقعد يكتب مذكراته ويوم كذا الساعه كذا قابلت كذا، اللقبات كانوا كده. مهنه الكتابه دي كانت مهمه، بيكتبوا كل حاجه على الورق يعني. فكنا هنبقى سعداء اكتر لو وصلنا عدد اكتر من المخطوطات، ولو وصلنا عدد اكبر من ما دونه القبط، لكن الواقع بيقول ان دول المجموعات اللي عندنا. تمام. فمجموعه الحمولي دي اكتشفت في الفيوم، والفيوم دي اذا في حد فيكم من الفيوم يعني يجب ان يكون فخورا، الفيوم دي واحده من اهم مصادرنا عن التراث القبطي، لسبب بسيط جدا انها بعيد وكانت واحه وفي الصحراء وكانت جافه، فالمخطوطات كانت بتحفظ كويس. مجموعه الحمولي دي عددا هي اكبر واهم المجموعات. ليه؟ لان فجاه اكتشف 56 مجلد كودكس، تقدر تقول 56 كتاب ضخم كده في حجم قاموس كرام، لو شفته قاموس كرام، او في حجم طبعه الكتاب المقدس بتاعه الطبعه اليسوعيه الكبيره دي. تمام. 56 مجلد ضخم اتلقوا مع بعض واتنقلوا مع بعض من مصر الى باريس الى الى نيويورك، والحمد لله انه ده حصل فيهم، لان دي مش العاده. العاده ان اللقباط لما بيلاقوا مخطوطات بيقطعوها عشان يبيعوها فتجيب سعر احسن، الا في حاله الحمولي. فالحمولي هي حاله استثنائيه، وانا شخصيا اعرف الحمولي دي يعني اعرف مجموعه الحمولي دي كويس جدا، زي ما اعرف ولادي في البيت كده يعني. تمام. لان مجموعه الحمولي دي بالذات فيها اسرار كتيره قوي، سر ازاي اكتشفت وازاي طلعت وازاي سافرت، دي حدوته كبيره جدا، لدرجه اني برضو عشان من مفاخر الدراسات القبطيه ان مجرد قصص الكشف ده مبحث من المباحث، يعني ممكن حضرتك تروح تعمل ماستر في جامعه ليدن في قصه اكتشاف مخطوطات نجاح حمادي، مش في المخطوطات ولا في النصوص ولا في لغتها ولا في لهجتها ولا اي حاجه، في مجرد اكتشفوها ازاي، لان في قصص في الحكايه دي مهمه جدا جدا، بس يعني لكل مقام مقال، مش وقتها النهارده. فاحنا سعداء ان مجموعه الحمولي طلعت لوكشه واحده زي ما بيقولوا، طلعت كوليكشن واحد، وسافرت من مصر الحمد لله، وراحت استقرت في نيويورك عشان يجرى لها ما يجرى على المخطوطات بطريقه علميه، انها تترمم وتتجلد وتدرس وتتفحص و و و. مجموعه الحمولي دي اهم ما فيها ان في اسفار من الكتاب المقدس خاصه العهد القديم باللهجه الصعيدي ما كانتش معروفه عند اللقباط ابدا قبل كشف الحمولي. يعني حضرتك عندك نسخه بالعربي من اللامنتيشن مراسي ارميا ما كانش موجود بالقبطي. تمام. قبل اكتشاف الحمولي ما كانش حد يعرفه. اوكي. دي خطوره مجموعه الحمولي واهميتها. خطورتها الثانيه ان فيها عشرات النصوص، على اقل 40% من عدد النصوص الموجوده في الحمولي نصوص منسوبه لاباء الكنيسه الكبار لكنهم لم يكتبوها. دي ظاهره انتحال النصوص اللي هتيجي في المحاضره اللي بعد كده. بس برضو قبل ما نروح للمحاضره اللي بعد كده لازم نقول ان دي ظاهره ليس ينفرد بها الادب القبطي، لكنها موجوده في كل الاداب القديمه من مصر القديمه مبورا باليونان بالرومان لحد النهارده. النهارده في مصر في كاتب ما بيكتب كتاب ضد النظام السياسي القائم ويكتب اسمه مستعار، مش كده؟ تعرفوا كتاب تراث العبيد المشهور اللي بيتباع في كل مكان ده وموجود على النت؟ هو ده الكاتب، كاتب مش عارف اسمه عماد ولا عوني ولا ايه، ده مفيش كاتب في مصر اسمه كده. بس الكتاب جميل جدا وحلو جدا، والناس الشباب الصغير كله بيقراه ومتداول وبيتباع في الازبكيه بخمسة جنيه وحاجات كده يعني. تمام. فدي ظاهره انتحال النصوص، الراجل عايز يقول كلام وعايز يدي أهمية للكلام ده، فيجي يروح كاتب إن أثناسيوس الكبير هو اللي كتب الكلام ده. تمام. التفاصيل في المحاضرة اللي بعد كده. المجموعة الثانية مجموعة نجاح حمادي، ودي الأشهر، وأي حد في الدنيا بيأتي إلى دراسة القبطية في العالم يقولوا له ادرس نجاح حمادي. ليه؟ لأنها ليها مميزات من مميزات الحمولي، إنها اتوجدت مع بعضها. يعني إيه؟ يعني فجأة بعد الشر يعني العمارة اللي احنا فيها دي جه زلزال فنزلت، فالمكتبة العظيمة اللي بره دي اختفت 2000 ولا 3000 سنة، وبعدين بتوع الآثار اكتشفوها. فيعرفوا إن كان في حد اسمه مهندس رفيق بيفكر بالطريقة دي أو بيكتب بالطريقة دي، وكان معاه زمايله فلان وفلان وفلان اللي بيفكروا بالطريقة دي وبيكتبوا بالطريقة دي. الميزة دي مش موجودة غير في الحمولي وفي نجاح حمادي. لما تلاقي مجموعة كتب على بعض بتمثل فكرة معينة، يبقى إذن الناس اللي كتبوها والناس اللي عاشوا في المكان ده والناس اللي كانوا في الزمان ده بيفكروا بالطريقة دي، وده مش موجود أبدا في العالم القديم. يعني انت بتقعد تعمل دراسات لسنين وشهور عشان تفهم بس الجماعة اللي كانوا عايشين في واحد دخلة في القرن الرابع الميلادي بيفكروا ازاي، لان الأدلة متناثرة وصغيرة وشذرات ورق صغير.
تمام. لكن لما تلاقي مجموعة كتب هم دول حوالي 13 اتلاقوا مع بعضهم، يبقى إذن بيت ثلث بالتأكيد الناس اللي عاشوا في هذا الزمان، الناس اللي عاشوا في هذه المنطقة كانوا بيفكروا بالطريقة اللي مكتوبة في المخطوطات دي. طبعا جرى العرف وللأسف يعني بسبب أستاذ كبير في مصر، فكرة إيه؟ نجا حمادي غنوصية، غنوصية نجا حمادي. ده كلام مش دقيق، دي مكتبة متكاملة فيها كل حاجة، فيها كل حاجة، فيها نصوص منحولة وفيها بوكريفة وفيها نصوص متأثرة بالبلاتونيزم والنيو بلاتونيزم، فلسفة الأفلاطونية الجديدة والفلسفة الأفلاطونية، وفيها نصوص متأثرة بالمعنوية. حدوتة كبيرة، مكتبة ضخمة زي المكتبة اللي بره دي، تمام. يعني انا لو قريت كل المكتبه اللي بره دي دماغي هيعجبها كتاب بتاع فلان ومش هيعجبها الكتاب بتاع ترتان، او حوافق على الاراء اللي كاتبها ابونا فلان ومش حوافق على الاراء اللي كاتبها ابونا علان وهكذا، تمام. هي دي مجموعه نجا حماد، ونفس الكلام على مجموعه الحمولي. بس الفكره السيده، لاني يعني لزمن طويل جدا مفيش قسم للدراسات القبطيه في مصر ومفيش متخصص في اللغه القبطيه في مصر، كانت الفكره السيده ايوه نجا حمادي تبقى غنوصية. بينما الغنوصية، وأنا أقول لكم يعني شديدة الهامشية في الكوليكشن بتاع نجا حمادي، لو عايز تصنفها تصنيف عائل يبقى أي تصنيف غير الغنوصية، لأن عددا وحجما الغنوصية أقل. ده مجموعة الحمولي ومجموعة نجا حمادي، أهميتهما المطلقة إنك تقدر تفهم فكر الناس دول كده على بعض. المجموعة الثالثة مجموعة دير أبو مقار. مجموعة دير أبو مقار مهمة في فكرة انه في وقت من الاوقات دير ابو مقار وادي النطرون كان واخد القيادة الكنسية والرئاسة، وكان اغلب البطارقة بيطلعوا من هناك، وبالتالي كان في فلوس بتتصرف على نسخ المخطوطات في دير ابو مقار خاصة في حدود القرن ال11، وبالتالي كان في لوتورجيا كتب عنها ابن كبر في القرن ال14 1300 وشوية، قال ان في لوتورجيا مميزة طلع من دير ابو معار مكتوبه في المخطوطات دي، واغلب النصوص اللي جايه من دير ابو معار في نصوص كتاب مقدس وفي نصوص لتورجيا بالتتاله يعني، وفي جزء كبير قوي من مخطوطات دير ابو معار حاليا موجوده في الفاتيكان. بل خلينا نقول يعني كده من وجهه النظر الاكاديميه المنضبطه ان المخطوطات الاهم من دير ابو معار مش موجوده في دير ابو معار، موجوده في الفاتيكان، تمام. اللي موجود في دير ابو مقار دلوقتي، وطبعا انا رحت المكتبه هناك كتير يعني واعرفها كويس، واشتغلت على مجموعه مخطوطات من هناك، المخطوطات المنحوله المترجمه عربي، بس ما حدش يتخض يعني، تمام. بس دي قصه ثانيه. ايا مكان، مجموعه دير ابو مقار بتتميز انها مجموعه ضخمه، مجموعه اتصرف عليها، اللي انتوا عارفين طبعا مهندس رفيق يعرف كويس ان طباعه كتاب ده موضوع كبير قوي، موضوع كبير بيتكلف المؤلف والمراجع والمعد والمخرج ومش عارف ايه، وبعدين بيروح المطبعه فتطبع فلوس عشان تطبع كتاب، موضوع كبير عشان تطبع كتاب. نفس الكلام عشان تنسخ مخطوط ده موضوع كبير. فلما دير ابو مقار الحمد لله يعني بحكم الصدفه في القرن ال11 كان في مجموعه كبيره من البطارقه طلعوا منه، وكان في فلوس وكان في اهتمام بدير ابو مقار، اهتموا بنسخ المخطوطات. ودي حاجه ثانيه يعني ارجعكم للي انا قلته من دقيقتين، من مفاخر القبط انهم بيكتبوا كل حاجه وبيدونوا كل حاجه، تمام. لان الليتورجيا اللي مكتوبة في مخطوطات أبو مقار اللي موجودة في الفاتيكان الناس كانت حافظها بالبق، زي ما احنا حافظين القداس البسيلي دلوقتي مثلا، تمام. ما كانش مفروض يكتبوها، ما كل الناس حافظها، حتى الشمس الأطفال اللي قد كده. بينما لأن دي من عادة القبط اللي ورثوها على الفراعنة، عادة الكتابة وعادة التدوين، فاحنا سعداء الحظ إن احنا عارفين في القرن ال11 دير أبو مقار كان بيصلي إزاي، تمام. المجموعة الأخيرة مجموعة الدير الأبيض، دي مجموعة اللي هي أقلهم حظا للأسف، قلهم حظا للاسف. انتوا حضراتكم عارفين ان في واحد اسمه الانبا شنوده اسس رهبنه في سوهاج في اخميم في القرن ال5، وشنوده الانبا شنوده جدي طبعا كان عنده مواهب كتير جدا، ربنا كان عنده مواهب كتيره جدا، بس اهم موهبه فيهم انه من اول يوم حط رجله في الدير كان عارف ومدرك وعنده وحي او ايحاء انه جاي يغير الدير وجاي يغير الرهبنه كلها. فمن اول يوم وكان راهب صغير في سن المراهقه كان شنوده بيدون وبيكتب، وده مش بس كده، ده كان بيقول لرئيس الدير احنا عايزين نعدل في الدير كذا وكذا، وعايزين نعمل في السور ايه، وعايزين نعمل في المجمع ايه، وعايزين نعمل في الاكل والشرب ايه في الدير، تمام. فشنوده من اول يوم دخل في الدير وهو يصنع تغييرا، وهو يكتب وهو كاتب منتج ومسهب، يعني مثلا على الاقل كتب له شنوده لوحده 9000 10000 ورقه لوحده شنوده، سواء كتبها او دونها عنه تلاميذه. وشنوده كان مثقف، لان مدينه اخميم كانت مشهوره بالعبادات الوثنيه وبالمدارس الوثنيه، فشنوده كان مثقف جدا وتعلم في اخميم بلدنا طبعا. وبعدين الدير الابيض مع شهره شنوده ومع قوه شخصيه شنوده، الدير ابتدى يجذب
عشرات ثم مئات ثم آلاف الرهبان في أرقام توصل لحد 10,000 و11 راهب ما بين ستات ورجالة في هذه المنطقة. وابتدى شنودة يدير هذه المنطقة الرهبانية المهمة ويحط نظام مختلف شوية عن النظام البخومي لكنه مولود منه يعني. وابتدى شنودة يصنع مملكة رهبانية خالصة في جبل أدريبل والجبل الغربي عندنا في سوهاج. من هنا ابتدى الدير ده يبقى له نظام مالي بقى، عنده ميزانية يصرف منها على نساخة المخطوطات. فمشكلة الدير الأبيض انه بعد شنودة اتهجر بسرعة وقعد قرون محدش سائل فيه الى ان احياه اتنين، متنيح الانبا شنودة لما رجع الرهبنة والبعثة الامريكاني اللي بتحفر هناك، دول اللي احيوا الدير الحقيقة يعني والحق يتقال يعني. فمن هنا مخطوطات الدير الابيض نهبت، بس ما نهبتش مرة واحدة، نهبت على مراحل، اللي راح امريكا واللي راح اوروبا واللي وبعدين حتى الاوروبيين باعوا لبعض مخطوطات، باعوا لبعض مخطوطات شنودة، فشوية راحوا الفاتيكان فراحوا باعوا منهم شوية لباريس وباريس بعد شوية منهم لبلجيكا، لدرجة ان في دول في هذا العالم حضرتك ما تعرفهاش واحنا في 2017 وعندنا نت وعندنا كمبيوتر بس هم عندهم مخطوطات لشنودة واحنا ما نعرفش. لو عايز تعرف اكتر وتدور ورا الموضوع ده في عالم كبير قوي هتيجي سيرته بعد شويه اسمه ستيفن ايميل في المانيا، ده عامل كتاب حوالي 95 ورقه كده، مش عشان يقول مخطوطات شنوده ايه، لا عامل كتاب عشان يقول المكتبات اللي فيها مخطوطات شنوده فين في الدنيا دي، 95 ورقه جدول واحد كده، حاجه مبهره جدا، ممكن نبقى نجيب نسخه منه هنا في المكتبه ولا حاجه. تمام، دول المجموعات الرئيسيه، بس حبيت اعمل لكم اوفر فيو. لو عايز تدرس ادب قبطي، عايز تعمل ادب قبطي تروح فين يعني، دور فين. طبعا كل المجموعات دي ليها فهارس وليها كتالوجات وفي حاجات موجوده اونلاين تقدر تطلع وتقدر تشوف لو انت بتعرف قبطي. كل المجموعات دي بلهجه صعيدي باستثناء مجموعه ابو مقار بلهجه بحيري، لكن هذا لا يعني ان الصعيدي اهم ولا حاجه يعني. المجموعات الاخرى بقى حدث ولا حرج، لا يوجد ركن في هذه البشريه، لا يوجد ركن على هذه الارض ما فيهوش مخطوطات قبطيه، لدرجه ان استاذنا رئيس قسم الاثار المصريه في جامعه ليدن ولاف كابر الاسبوع اللي فات كاتب حاجه على الفيسبوك ان في مخطوطات قبطيه في متحف هاواي. تعرفوا هاواي؟ حاجه كده فوق خالص في العالم كده غرب شمال كده، انا ما رحتهاش طبعا بس هو قال لي امبارح يعني. ايا مكان، المجموعات القبطيه اللي بره المجموعات الرئيسيه دي حدث ولا حرج. على سبيل المثال للحصر، في مجموعه اسمها المجموعة المانوية اكتشفت برضو في الفيوم في مدينة ماضي، دي اللي فيها أسرار ماني أو ديانة ماني. تعرفين ماني ده ظهر في القرن الثاني في بلاد فارس وبعدين أتباعه جم نشروا عقيدته أو ديانته هنا. طبعا ماني وأتباعه بينظروا إلى نفسهم على أنهم فئة مسيحية يعني طائفة مسيحية، لكن إحنا كمسيحيين شرقيين بننظر إلى ماني على أنه مش مسيحي أصلا يعني. تمام، بس مش ده الموضوع. إيه السر في المخطوطات القبطية عن ماني؟ السر ان ماني بعد ما هجر وهجرت ديانته وراح مطرح ما راح في غياهب التاريخ، كان كل اللي عندنا عن ماني الناس اللي بتتكلم ضده. يعني ايه؟ احنا عندنا كتب كرولوس الكبير بيتكلم ضد اسمه ايه؟ نسطور، بيتكلم ضد نسطور، لكن نسطور قال ايه حقيقة؟ يعني ما عندناش حاجه بخط نسطور يعني، بس هو طبعا عندنا شذرات لنسطور منسوبه له يعني، بس ما عندناش حاجه اكيد عن نسطور يعني. تمام، بس انا ماليش دعوه بالبترولوجي واليوناني، اتكلم في شغل تاني. فعندنا حاجات بتتكلم تقول لك ماني ده كذا وماني ده كذا وماني كان بيؤمن بتعدد الالهه وماني كان بيعمل وماني كان بيسوي وماني كان بيؤمن باله للخير واله للشر ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه. طب فين كلام ماني اصله؟ فاهم ازاي؟ يعني عندنا كلام الناس اللي سوري في التعبير يعني بلاش بتشتم، بتنتقد ماني يعني اكسترا يعني، بتنتقده زياده عن اللزوم الحقيقه يعني. تمام، لاول مره في عشرينيات القرن اللي فات طلعت المخطوطات دي من مدينه ماضي عشان نعرف ماني واتباعه كانوا بيقولوا ايه. وهنا خطوره المخطوطات القبطيه واهميه المخطوطات القبطيه وجاذبيتها للباحثين في العالم. تمام، انت الاول مره عندك ماني ده بتاع القرن الثاني بيقول ايه، بتكتشفه في القرن العشرين. تمام، فالمجموعه دي لاهميتها اتخنقت عليها مجموعه كبيره من مكتبات العالم في شويه مخطوطات، هم سبع كودكس سبع مجلدات، في شويه اظن راحوا استراليا وشويه راحوا الدنمارك وشويه في ايرلندا في دبلن وحاجات كده. بس يعني احنا محظوظين ان بالرغم ان المخطوطات متوزعه في كذا مكان في العالم الا ان في اديشن هي مش كامله صحيح ومش كويسه، بس يعني في اديشن طلعت في الاربعينات على الاقل
احنا عندنا خطابات ماني لأتباعه، ده نص مهم جدا جدا. يعني ماني كان بيفكر ازاي وبيؤمن بايه موجود في الخطابات دي، حوالي حاجة و 30 خطاب، 38 خطاب حاجة كده. ده نص مهم جدا باللهجة الصبأ خميمة اللي بيقولوا عليها الأسيوطية أو ليكو بوليتينين يعني. دي يعني أي مكان. عندنا برضو من ضمن المجموعات اللي مش مشهورة ومش تبع، عندنا مجموعة مخطوطات لتورجية موجودة ما بين برلين وهامبورغ في ألمانيا، تعمل لها كتالوج للأسف بالرغم أن ليها قرن هناك في ألمانيا، تعمل لها كتالوج في 2012 ولا 2011 حاجة كده، عمل واحد اسمه ستروك ولا شتروك بالألماني. للأسف كتالوج مش كويس خالص يعني للأسف. لكن أيا مكان هو على الأقل قال لنا عددهم كام وعدد صفحاتهم كام ومكتوب فيهم إيه العناوين الرئيسية. عندنا مجموعات مخطوطات بقى اللي في مصر بالرغم من كبر حجمها وعددها الضخم جدا إلا أنها يعني للأسف لا متفهرسة كويس ولا متاحة للناس، المجموعة اللي في البطرخانة طبعا المسمى مجموعة البطرخانة لكن هي حاليا فيزيكالي مش في البطرخانة، والمجموعة الضخمة جدا 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 ولم تأسسها يد في متحف القبط يعني. تمام، دول أخطر وأهم مجموعتين، لأن احنا بالاطلاع الشخصي يعني، لأن لا في فهرس كويس ولا في كتالوج كويس ولا في صور كويسة للمجموعتين، لكن بالاطلاع الشخصي احنا نعرف ان في مصادر تاريخية على الأقل في مجموعة المتحف القبطي مش موجودة في أي حتة في الدنيا ومش موجود زيها في أي حتة في الدنيا يعني. بس للأسف الجهتين اللي بتملك المخطوطات مش مجموعة بتاعت البطرخان. تمام، دلوقتي بقى خلاص وصفنا الأدب القبطي، وصفنا مجموعات المخطوطات، عندكم فكرة بقى ايه مشكلات دراسة الادب القبطي وايه صعوبته، ايه وضعه يعني الادب القبطي ده في الدنيا يعني. اول ميزة بتميز الادب القبطي هي بيسموها التشظي، التشظي من كلمة شظية اللي هي فراجمنت، ان مخطوطات كتيرة قوي بعد ما طلعت من بطن الارض او بعد ما اكتشفها المكتشفين راحوا عملوا فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. ده مش مقطوع بالصدفة، لا ده مقطوع قصدا. يعني ايه؟ يعني اللي اكتشفوا قطعوا بايده كده، لان لو حضرتك بصيت تلاقي تقريبا في خط مستقيم كده وخط مستقيم كده وكده. ليه؟ لان الزبون الاجنبي اللي كان بيشتري المخطوطات دي كان بيشتريها بالعدد مش بالقيمه، فلما تبقى الصفحه الكودكس المجلد متقطع لورق صغير بيدفع فلوس اكتر، ولما تبقى الورقه الواحده متقطعه زي ما حضراتكم شايفين كده لشظايا او لفراجمنتس كان بيبقى سعرها اعلى. الورقه اللي فوق دي حاجه من حاجات دير الابيض، دير بتاعنا دير الانبشنوده، وزي ما حضراتكم شايفين دي منشوره بالالوان وحالتها كويسه، ودي منشوره بالابيض واسود وحاجتها مش كويسه، لان دي محفوظه في مكان ودي محفوظه في مكان، دي في باريس ودي في المانيا. تمام، مشكله بقى التشظي ايه؟ ان الراجل بيشتغل مخطوطات قبطيه وبيشتغل ادب قبطي لازم تكون عنده الخبره دي، لازم يكون عنده خبره بالنص اللي مكتوب ده عشان يقدر لما يشوف الشظيه اللي مقطوعه دي في المانيا يعرف انها بتركب على شظيه ثانيه مقطوعة في أي مكان في هذا العالم. دي مشكلة الأدب القبطي الحقيقية والواقعية اللي كل اللي اشتغل أدب قبطي عانى منها، التشظي. تمام، الصفحة الثانية اللي قدام حضراتكم دي جزء من إنجيل يهوذا المنحول، أظن مشهور بما يكفي، وترجم عربي ولا ما ترجمش مش عارف، بس الثلاث شذرات اللي حضراتكم شايفينهم دي، الاثنين اللي فوق والاثنين اللي تحت، دول أظن كانوا موجودين في خزنة بنك مع واحدة ست لمدة طويلة جدا في الولايات المتحدة، والشذرة اللي باللون الغامق دي كانت محفوظة في مكتبة ما مش مشهورة في أوروبا، في غرب أوروبا، وبعدين لما ابتدى النص ده يشتهر على أنه بيحوي نص مخالف للكتاب المقدس، وانتوا عارفين دلوقتي احنا في عالم مخالف للكتاب المقدس وأي شيء مخالف للكتاب المقدس يجد شهرة يعني، أي مكان يعني ليه أدلة واقعية ولا تخريف زي إنجيل يهوذا ده من أوله لآخره تخريف، أتمنى تكونوا قريتوه يعني. فالراجل اللي عمل الايديشن ده هو كاسيه، الراجل الفرنساوي الله يرحمه، لا هو بلجيكي بس بيتكلم فرنساوي الله يرحمه، مات قريب يعني، هو اللي ركب الصوره اللي حضراتكم شايفينها. بس دي مش الصوره الوحيده ولا الاخيره، هو كله وضعه كده. لازم حضرتك تبقى عارف الشذرات دي اللي موجوده هنا جوه منها مكتوب نص شكله ازاي، والشذرات دي اللي موجوده في مكان تاني جوه منها مكتوبه ازاي، عشان تقدر تركب الكلام ده على بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني نشكر الله ان في اوروبا الدنيا كلها متاحه، يعني انا عشت في اوروبا فتره طويله قوي والدنيا كلها متاحه، مجرد ما بتروح مكتبه انا بشتغل على المخطوط الفلاني الناس بتسهل لك الامور. فهذا لا ينطبق على المجموعات المحفوظه في مصر في المتحف القبطي وفي البطرخانه وفي حتت تانية يعني. تمام، فاول مشكله بتواجه الدارس بتاع الادب القبطي هي التشظي، والتشظي ده امر واقع ما باليد حيله يعني. تمام،
نمرة 2 الامتحان، ظاهرة انتحال النصوص اللي هنتكلم عنها في المحاضرة الثانية، لكن ببساطة خالص عشان يعني نسد النقطة دي في المحاضرة دي، يعني ظاهرة الانتحال. انت ببساطة خالص كراجل دارس للأدب القبطي، مش أي نص مكتوب عليه من فوق ده تأليف كورولوس الكبير يبقى تأليف كورولوس الكبير، أو ده تأليف أثناسيوس الرسولي يبقى ده تأليف أثناسيوس الرسولي. هو عايز اكزاكتلي، عايز يديله أوثوريتي، عايز يديله مالناش دعوة بالليتورجيا. ايه؟ بس باسيليوس ليه يد في الموضوع. ليه يد في الموضوع يعني مش 100% مش بتاعه. تمام؟ نفس الكلام بالمناسبة الملحوظة دي في النصوص المنحولة، أنت مثلا بتلاقي نص مكتوب عليه إن ده أثناسيوس، بس أنت عارف يعني من الدراسة عارف إن ده ما كتبهوش أثناسيوس ولا حاجة، بس بتلاقي فيه قصص من حكاية من حياة أثناسيوس، قصص واقعية ومتأكدة وموجودة في المصادر التاريخية، بس مش هنسبة الأحداث، هنيجي الحكاية دي. نمرة 3 التفرق، لأن التشظي مرتبط بالتفرق، يعني المخطوط كان بيطلع من الدير الأبيض يتقطع نصين، نص يتباع لواحد فرنساوي فيسافر فرنسا، ونص يتباع لواحد أمريكاني فيسافر أمريكا، وما يقابلوش بعض أبدا. لذلك في حاجة دلوقتي في الدراسات القبطية اسمها الفيرتشوال كودكس، ودي أنا شخصيا اشتغلت عليها فترة. يعني الفيرتشوال يعني وهمي، يعني بتبني حضرتك المجلد ده زي ما كان موجود في الدير الأبيض، بس مش بتبنيه في الواقع، انت بتبنيه في الدراسه بتاعتك. يعني ايه؟ انت عارف ان في نص لشنوده بيتكلم فيه عن القوانين الرهبانيه بتاعه الدير بتاعه، حلو، لازم حضرتك تبقى عارف ان شنوده عنده نص عن القوانين، تمام، وتبقى عارف ان في باريس شذرتين ثلاثه فيهم قوانين منسوبين لشنوده، وفي شذرتين ثلاثه زيهم في امريكا، وشذرتين ثلاثه زيهم في الدنمارك، وهكذا. وشغلتك كراجل باحث بتاع دراسات قبطيه انك تعرف الشذره دي اولها فين واخرها فين. بس نشكر الله هم كانوا بيقطعوا المخطوطات بس ما حدش بياكلها، يعني كانوا بيبيعوها شذرات بس ما حدش بيضيع حاجه، يعني كله موجود بس الشاطر اللي يركب. يعني اتفضل. هو في مخطوطات اتحرقت او ضاعت مثلا مع الاحتلال او اي حاجه؟ لما حصلت الحرب العالميه الثانيه المكتبه بتاعت بلجيكا دي جت الارض، بتاعت لوفان. لوفان دي مدينه جميله جدا بالمناسبه. يعني المخطوطات دي كان جزء منها اللي نشر ابونا ليفور، ابونا سيوفريد ليفور، راجل بلجيكي اوريدي، موجوده في مجله اللوموزيون في 15 20 مقاله، واللي ما لحقش ينشره لحد اللحظه دي راح. لذلك دي نقطه مهمه، لذلك نشر النصوص ده اخطر حاجه في الدنيا. احنا عندنا في مصر هنا كله كتب قواعد، اي ما تلاقي حد بتاع ابتي يقول لك ده شاطر جدا عامل كتاب في القواعد، ماشي، كل الناس بتعرف قواعد والله، يعني تعلمناها احنا في ثالثه ابتدائي قواعد الابط دي، تمام. لكن هي الفكره ايه؟ ان الكتب اللي فيها نصوص جديده حتى لو المخطوطه اتحرقت ولا راحت مطرح ما راحت، لما هتلر افندي ضرب بلجيكا، يعني واخد بالك. وبعدين في مخطوطات كمان ضاعت وليها قصص منشوره، يعني ضاعت وهي بتتنقل في المراكب من مصر لاوروبا او من مصر للولايات المتحده. يعني بس اهم مجموعه ضاعت بتاعت بلجيكا دي، لان هي ضاعت في الحرب العالميه الثانيه، وابونا حتى ليفور ده يمكن جاله القلب بعدها، كان في قصه مشهوره كده انه من كتر زعله على المجموعه دي يعني تعب وكده وبتاع، تمام. احنا متاكدين طبعا ان في حاجات ضاعت، بس نشكر الله ان ابونا ليفور كان نشر بيسموه تشيك ليست، مش كتالوج يعني، تشيك ليست كده سريع عن الحاجات اللي كانت موجوده. وبس ما حدش يتخض، يعني احنا لما تبقى المخطوطات اللي ضاعت كتاب مقدس ما بنزعلش جامد، لان كتاب مقدس منسوخ في كل مكان بعشرات النسخ. لكن لما بيبقى نص نادر بيبقى هو ده موضع الغضب او موضع زي ما تعرفش تجيبه تاني، يعني تمام. فدي قصه مشهوره، وحتى هو ابونا ليفور نشر عنها مقال في المجله الشهيره لوموزيون، الكلام ده اظن في الخمسينات حاجه كده يعني. ومش دي القصه الوحيده، في قصص تانيه، بس نشكر الله يعني الغالبيه العظمى من الحاجات اللي طلعت بره مصر راحت اوروبا ستيل موجوده وبتترمم وبتتعالج وبتتنشر، حاجه جميله جدا جدا. واحنا عندنا كورس مخطوطات زي المهندس رفيق قال النهارده في المركز الفرنسيسكاني، هنحكي في الكلام ده بالتفصيل، بس يعني لكل مقام مقال. الانتساب المتعدد دي ظاهره ما هياش منتشره قوي في الاداب القديمه، لكنها موجوده في الادب القبطي. عندنا نص مشهور اسمه عهد ابراهيم، تستمنت في ابراهام. النص ده بيحكي عن قصه لما ابراهام مات، ابراهيم ابو الانبياء طبعا اتوفى، ففي قصه لطيفه مشهوره قوي في الادب القبطي، لدرجه ان حتى جداتنا لحد وقت قريب كانوا يعرفوها، لان ابراهيم كان مشهور بقداسته، وكان مشهور بالاختبار الضخم اللي خاض فيه انه يذبح ابنه، تمام. فابراهيم بيشغل حيز مهم جدا في فكر الاقباط، حتى بقول لحضرتك لحد وقت قريب كانت جداتنا بتحكي القصه دي. فكان في اسطوره، خلينا نقول اسطوره ليجند مشهوره، ان الانسان بيموت لما ملاك ينزل ياخد روحه،
تمام. فالملاك اللي نزل عشان ياخد، دي القصه ببساطه يعني، لما الملاك ده نزل عشان ياخد روح ابراهيم، فالملاك نفسه يعني من محبته في ابراهيم الرجل البار ده لم يستطع ان ينفذ المهمه المكلف بها من السماء يعني، ورجع تاني. قصه مشهوره كده تلاقوها يعني موجوده في اليوناني، موجوده في السرياني، موجوده في القبطي. التستمنت في ابراهام ده منسوب مره لاثناسيوس، ومنسوب مره لعدد اخر من الاباء، وفي نسخ من المخطوطات ما بتقولش مين مؤلف النص، يعني بتحكي القصة من غير ما تقول مؤلف النص. ده بنسميه احنا الانتساب المتعدد. الانتساب المتعدد ان يبقى فيه نص واحد منسوب لعدد من الاباء، زي ما قلت من شوية ان نسبته الاب مشهور الغرض منه انتشار النص واحترام الناس ليه يعني. زي ما مثلا في سير الشهداء في قصة مشهورة، مش عارف مين كان عنده السرطان فالقديس شفاه، تمام. ففي لوكال تراديشن، تقاليد محليه، تروح عندنا فطمه في قديس اسمه ابو ناس، تلاقي القصه دي محكيه ان اللي عمل المعجزه ده ابو ناس. تطلع شويه 15 كيلو بحري ولا 15 كيلو ابلي، ففي قديس تاني تلاقي نفس القصه بس القديس فلان هو اللي عمل. ده اللي هو الانتساب المتعدد، القصه واحده، الواقعه واحده، لكن بتنسب لعدد من الناس في عدد من الاماكن، اجين تو جيف ات اثورتي يعني، عشان تديها مصداقيه مع الناس يعني. عدم دقه النقل دي مهمة جدا. ليه مهمة جدا؟ المخطوطات زي ما قلت لحضراتكم يا بتتنسخ يا بتترجم يا الاثنين مع بعض. يعني مثلا يبقى عندنا حاجة سرياني، ساويرس الأنطاكي، وصلتنا سرياني فترجمناها للقبطي. لا يمكن، لا يمكن مهما كانت دقة وأمانة المترجم إلا أن يضع شيء من نفسه. انتوا عارفين المثل العربي مش كويس بيقول لك الإنسان يقتر روحه، يقتر دي فعل معناه يرجع يعني. فالإنسان بيقتر نفسه. أنا لما بعمل البرزنتيشن ده انا بحب اللون ده، ممكن حضرتك ما تحبوش، تمام. انا بحط اللون الغامق ده انا بحبه، انا حر يا اخي، البرزنتيشن ده بتاعي انا. فمهما كانت الدنيا فيها امانه علميه في الترجمه او امانه علميه في النقل، لازم المترجم ده بيحط التاتش بتاعه. عدم دقه النقل ليها فايده وليها عيب. ليها عيب ان احيانا بعض النصوص ما بتوصلناش كما يجب ان تصلنا، تمام. ويقعد يقول لك بقى ايه، الباحثين بتوع النقد الكتابي يقعد يقول لك ان في قراءتين لهذه الايه، قراءه ظهرت امتى وقراءه ظهرت امتى، فاللقباط لما ترجموها اختاروا القراءه دي عشان تتناسب مع مش عارف ايه، والسريان لما ترجموها اختاروا القراءه دي عشان بتتناسب، وهكذا وهكذا. تدخل في تفاصيل وتتوه عن الكور، عن العمود الفقري بتاع الفكره بتاعت الايه، لان الحكايه مش نص، كتاب مقدس مش نص، كتاب مقدس تاريخ خلاص البشريه يعني، خد بالك ازاي. تقعد انت تتوه مع اخواننا بتوع النقد النص، طب انا بس عايز اوصل للايه بتقول ايه في الكور في العمود الفقري، بالقرايه دي ولا بالقرايه دي ولا بقرايه ثالثه، مش مهم، المهم هو عايز يقول لي ايه الانستراكشن اللي فيها ايه، تمام. فعدم دقه النقل فيها عيب ان احيانا ما بيوصلناش النص كما يجب ان يصلنا من فكرته الاصليه او من كاتبه الاصلي. انتوا عارفين هنا في مصر الناس طول الوقت دو رغايين، فواحد يحكي لك قصه فانت تبدا تضيف عليها حته تحكيها للي جنبك، واللي جنبك يضيف عليها حته يحكيها للي جنبه، وهكذا. فعلى بال ما توصل القصه من عندي لحد اخر واحد هناك تبقى قصه تانية خالص، اوكي. قد يكون المغزى او الفكره او القيمه الروحيه موجوده، قد يكون، لكن الاحداث والتفاصيل والاشخاص كله راح، تمام. فدي عدم دقه النقل. لكن عدم دقه النقل مهمه في حاجه تانية، في اللغه، في اللغه، تمام. انتوا عارفين ان طول الوقت القبطي متاثر باليوناني وبياخد مصطلحات منه وبياخد قواعد منه، فلما يبقى في اكتر من مترجم ترجمه نص واحد من رساله قصيره من رسائل بولس للقبطي، فبتوع الصعيد ترجموها من اليوناني للصعيدي، وبتوع بحري ترجموها من اليوناني للبحيري، والاثنين ما شافوش بعض، هنا غناء النص القبطي. ودي ميزه مش موجوده في اي حته. نقول كمان عدم دقه النقل فيه عيب ان النص قد يصل لك مش ب100% وضوح، لكن ممكن يوصل لك لغويا بغنى مهم جدا انك تفهم. يعني مثلا لسه كنت بتكلم مهندسه كريستين بره على لفظه الهمبازين، وجت منين يوناني وجت منين قبطي، وشمعنا كتبوها بهمبازين بالعربي، وما فيش اي قاموس عربي في الدنيا جايب كلمه همبازين دي بالمناسبه يعني، لا قاموس قديم ولا قاموس جديد. فتقعد انت تحكي مع نفسك اكيد كان في لفظ يوناني شبهها، فالراجل اللي عربها بطريقه الترانسكريبشن، انت بتحط احتمالات عشان تفهم يعني، عربها بطريقه الترانسكريبشن، وبعدين اصبحت كلمه عربي، وبعدين اصبحت متداوله على فمنا كلنا، حتى الاطفال تقول لك همبازين همبازين، محدش فاهم ايه هو الهمبازين ده، تمام. همبازين في القواميس اليوناني معناها وتد خشب، ملهاش اي علاقه بالاداه اللي احنا عارفينها بتاعه التعذيب يعني، ده على سبيل المثال، انما على سبيل الحصر هناك الاف الايات في الكتاب المقدس يمكن ان تدرس بهذه الطريقه. بتوع اللهجه البحيري ترجموها ازاي، بتوع اللهجه الصعيدي ترجموها ازاي، بتوع اللهجه الفيومي
ترجموها ازاي. من هنا بتوصل لفهم لا يمكن ان تحويه كتب يعني في الكتاب المقدس، لا يمكن ان تحويه يعني مجلدات والاف المجلدات، انك تفهم اكتر النص ده عاوز يقول ايه، والجماعة دول في القرن الكام فهموه ازاي. لذلك في طبعة مهمة جدا من العهد الجديد، طبعة مؤسسة الانبا شنودة في لوس انجلوس بتاعت استاذ هاني تاكلا، حاطط لك حوالي 6-7-8 عواميد للكتاب المقدس للعهد الجديد. يعني مثلا انجيل مرقس بلهجة مصر الوسطى، باللهجة الفيوم، بلهجة الصعيد، بلهجة البحيري، حاططهم لك جنب بعض. دي بقى قمة العبقرية في انك تقارن النصوص، تمام؟ لاني مره تانية، لاني اللقباط بتوع بحري ترجموا مع نفسيهم، واللقباط بتوع الصعيد ترجموا مع نفسيهم، واللقباط بتوع مصر الوسطى ترجموا مع نفسيهم. يعني ما حدش خد الصعيدي يحوله لبحيري، لا، هم خد اليوناني مباشره وحولوه بحيري، لان ده كان اسهل لهم، ولان كان اليوناني استيل عايش يعني ما كانش مات. فدي فكره عدم دقه النقل، ودي زي ما بقول لحضراتكم على قد ما هي متعبه للباحث لكنها مفيده جدا لاي حد عاوز يتعلم لغه، عاوز يتعلم ادب. حالة الأدب القبطي برضو بتتميز بالتنافس مع المكتوب باليونانية، فاللقباط كانوا عاوزين ينتجوا بسرعة عشان يخلوا اللغة القبطية دي ليها عمود فقري تستند عليه الناس، ولأنهم كانوا بيتكلموها في الشارع. فبعض الكتابات القبطية اللي انتجت بسرعة مستواها رديء لغة وأدبا، تمام؟ ده موضوع تاني برضو ممكن نعمل فيه محاضرة لوحده. بعد كده من ضمن الحاجات اللي أثرت على الأدب القبطي قصر عمر اللغة القبطية. اللغة القبطية وقفت على رجليها تقريبا في القرن الرابع وماتت كلغة أدبية في القرن الحداشر، وده عمر صغير جدا مقارنة باليوناني أو بالعربي مثلا أو بالعبري أو بأي لغة في الشرق. ده أثر في إيه على الأدب؟ أثر على تنوع النصوص. الأدب القبطي كله كده على بعضه من الرابع للحداشر هو أدب ديني، عندنا رواية مرة وعندنا مسرحية مرة وعندنا شوية شعر مرة، لكن دول يتعدوا على الصوابع، لكن من اوله لاخره مرتبط بالكنيسه ومرتبط بالوعظ، تمام؟ فلو عمر اللغه القبطيه كان اطول شويه يمكن كان الوضع اختلف في تنوع النصوص. بس في حد من حضراتكم اللي هم الكوبتيسيزم هيقول لك ده القبطيه عايشه لحد النهارده، والقبطيه عايشه لحد القرن ال 18، وفي خطاب اتكتب بالبحيري، فانا عارف ده كله، صدقني. بس اكاديميا احنا ما دام اللغه ماتت ادبا تبقى ماتت. يعني ايه؟ ما دام ما بينتجش بيها نص طويل ادبي يبقى مش موجوده، تمام؟ يعني انا واحد من الناس، انا اعرف نوبي قديم، اعرف اولد نوبيان، هل في حد بيكتب نوبي قديم دلوقتي؟ لا، تبقى النوبيه ماتت، انتهينا، ماشي. فدي حاله الادب القبطي في الواقع، مشكلاتها التشظي، الانتحال، التفرق، الانتساب المتعدد، عدم دقه النقل، التنافس مع المكتوب باليونانيه، وطبعا قصر عمر اللغه القبطيه. دي حضرتك صورة معبرة عن كل العناصر اللي أنا قلتها. دي الشعار اللي معمول في مشروع نشر العهد القديم القبطي، حاجيله بعد شوية، بس أنا عايز أقول لحضرتك ببساطة خالص دول أربع شذرات، كل شذرة موجودة في بلد. أنا مش عارف ده أنهي نص من العهد القديم، بس هو ده نص من العهد القديم يعني مؤكد. اللي تحت دي أظن المكتبة الوطنية في باريس، واللي على الشمال دي أظن نيويورك. الاتنين دول مش فاكر، بس اي مكان، ولسه في واحده خمسه ما لقيناهاش عشان نكمل صفحه واحده من نص واحد من كودكس واحد، تمام؟ هي دي مشكله الادب القبطي. واللي قطع المخطوطات بهذه الشاكله هم اللقباط اللي باعوا المخطوطات دول، ماشي. ننتقل سريعا لحاجات اهم يعني بسرعه كده. احنا ايه اللي تحت ايدينا من الادب القبطي؟ ايه اللي منشور من الادب القبطي؟ وعلى فكره لازم بس قاعدة أساسية، إن اللي عاوز يتعلم أدب قبطي لازم يعرف لغة أجنبية، لأن المنشور من الأدب القبطي بالعربي مقارنة بالمنشور من الأدب القبطي بكل لغات الدنيا هو تقريبا صفر، تقريبا يعني. مش حكاية لغة فاشلة، هي حكاية إن ما فيش مصريين بيكتبوا، بس هذه كل الحكاية يعني. نصوص كتاب مقدس في طبعات كتير جدا، أنا أشير إلى طبعتين أكاديميتين محترمتين. طبعة هورنر طلعت في بدايات القرن العشرين، العهد الجديد الصعيدي 7 أجزاء، والعهد الجديد البحيري 5 أجزاء. ميزة طبعة هورنر ان في كريتيكال اباراتوس من تحت، في فوت نوت من تحت بتقارن بالالفاظ اليوناني، ولما يكون في لفظ عبري بيقارن بيه، وبيقارن عدد كبير من المخطوطات الصعيدي والبحيري. الطبعة الثانية المهمة من العهد الجديد اللي انا قلت عليها من دقيقتين، اللي هي طبعة هاني تاكلا، اللي عملها عواميد بلهجات مختلفة.
دول الطبعتين اللي اكاديميا الناس بتنقل منهم، لكن دلوقتي في عشرات الطبعات وفي حاجات ديجيتال وفي برامج وفي حاجات كتير جدا. تمام. الحاجه الثانيه سير الشهداء والقديسين، ودي اكتر حاجه منشوره عندنا من اماكن مختلفه جدا، خاصه من مجموعه الفاتيكان اللي هي اصلا جايه من دير ابو مقار. على وجه التحديد احب اشير للكتاب بتاع هنري هيفيرنا اللي هو الراجل بيتكتب بالاتش، يعني هنري هيفيرنا اللي اسمه اكتا مارتيرو. ده كتاب صغير قوي طلع في بدايات القرن العشرين، وبعدين اتعاد طبعه تاني في السبعينات سنة 77. ده اهم حاجة فيه انه يعني بيعالج سير القديسين بالطريقة الأكاديمية اللي هي سايدة دلوقتي. هي ما كانتش سايدة في السبعينات، بس هي سايدة دلوقتي، اللي هي فكرة ان سير القديسين استامبا يعني اسلوب ادبي، استامبا الناس بتمشي عليها بطريقه ما، بس اسم القديس بيتغير واسم الامبراطور بيتغير وهكذا. فاول واحد ابتدى انه يقول كلام اكاديمي علمي في الحكايه ديت هو هنري هيفيرنا في كتابه اكت مارتيروم. ده كتاب مشهور جدا موجود على الانترنت اظن على موقع الكنوز القبطيه ولا حاجه. نمره 3 في الحاجات اللي منشوره ومنتشره عظات، لاني اغلب الادب القبطي وصلنا في صوره عظات. على وجه التحديد انا بحب الاربع كتب اللي طلعهم ليو ديباوت من مجموعة الحمولي. واحد اسمه هومليتيكا اللي هي باللاتيني جمع كلمة هومليز عظات، والتاني أظن اسمه بانجيريك أو حاجة زي كده. المهم هم أربع كتب جوه كل واحد منهم حوالي 10 عظات. الكتاب ده بيتميز بحاجة مهمة جدا، الكتابين دول بيتميزوا بحاجة مهمة جدا، إن المقدمة ليو ديباوت بيشرح فيها التأثيرات الفيومي على اللهجة الصعيدي للناس اللي بيحبوا اللغة يعني، إنما لو أنت يعني لغتك مش قوي ممكن تستمتع بالترجمة الإنجليزي للعظات، وممكن تفكر يعني انك تترجم حاجة منهم للعربي يبقى خير وبركة. العنصر الاخير طبعا هو مفروض ما يبقاش في الاخر، لو النصوص الابوكريفية والغنوصية والمنوية المفروض يبقى نمرة واحد، بس احتراما لنصوص الكتاب المقدس لازم يبقى نمرة اربعة، لان ده اكتر حاجة الدنيا بتكتب فيها. ده ببساطة خالص التعبير عندنا في الصعيد يقول لك ده اللي واكل دماغ الناس. النصوص الابوكريفية يوميا بتطلع فيها مقالات، لدرجة ان احنا عندنا دورية متخصصة في نشر النصوص الابوكريفية، دورية ابوكريفة. تمام. عندنا عشرات النصوص لا تعد ولا تحصى، وطول الوقت أهمية الأبوكريفة دي إنك بتقارن باليوناني وبتقارن بالسرياني وبتقارن بنصوص أقدم ونصوص أحدث، ففي كلام تقوله من ناحية العلمية والأكاديمية. الغنوصية هنا بقى خلوا بالكم في نسخة، ودي الوحيدة اللي معمولة المخطوطات موجودة في مصر، نسخة فاكسيميلي اللي هي نسخة طبق الأصل لمخطوطات نجح حمادي، نشرها دار بريل الهولندية، هي غالية شوية بس أظن موجودة في مصر في بعض المكتبات الكبيرة يعني. فيها كل مجموعة نجح حمادي متصورة لمن أراد أن يستمتع بالقراءة أو لمن أراد أن يبحث يعني، معمولين في 13 جزء إصدار دار بريل الهولندية. بالنسبة لي المخطوطات المنوية للأسف من الأربعينات من ساعة بوليتسكي وإبشر والناس دول ما فيش حاجة اتعملت، لكن في كتابين أعلن عنهم ما طلعوش لسه، يطلعوا أواخر السنة دي بداية السنة اللي جاية. واحد هيعمله ألكوك في إنجلترا، واحد هيعمله يان جارنر في أستراليا، عن إعادة نشر للنصوص المنوية اللي احنا يعني جات في السيرة سابقا. طيب بص يا ستي، لا بسيطة خالص. النصوص الأبوكريفة كده بالبلدي خالص، حضرتك درست علوم أو قريتي على الإنترنت الكائن البارازايت الكائن الطفيلي اللي هو بيعيش على جسم كائن تاني ويستفاد منه. الأبوكريفة هي نصوص بارازايت، نصوص طفيلية على الكتاب المقدس. يعني إيه؟ الكاتب كاتب ما، على فكرة احنا ما نعرفش أي مؤلف لأي نص أبوكريفي، أوكي؟ دايما مجهول إنما في نص. زي ايه؟ زي الكتاب المقدس. مفيش ماري مرقص مش بيقول في الاول انا ماري مرقص مؤلف الانجيل، مش كده؟ فهي على نمط الكتاب، ألفت على نمط الكتاب المقدس وبرزيت على الكتاب المقدس، متطفلة على الكتاب المقدس. فيجي عند واقعة بعينها العهد الجديد ما ذكرش عنها تفاصيل لانها ما تحملش عقيدة مهمة وما تحملش تعليم مهم. زي انا قلت المحاضرة اللي فاتت بالنص، لما حد زي حضرتك بس كان قاعد الناحية دي سألني نفس السؤال، قال لي زي ايه؟ قلت له بسيطة خالص، في واقعة نزول المسيح الى الجحيم. واقعة نزول المسيح الى الجحيم دي عقيدة معروفة ما بين الصلب والقيامة، المسيح نزل الى الجحيم ومذكورة مرتين ولا ثلاثة في العهد الجديد، مرة ولا مرتين مش فاكر، المهم مذكورة في العهد الجديد. لكن ايه تفاصيلها؟ ايه اللي حصل في الجحيم؟ المسيح نزل الجحيم يعمل ايه؟ حضرتك تعرفي؟ هيك قبطية؟ طيب مؤمنة يعني ما تعرفيش مش كده؟ يعني بقالك 20-30 سنة بتسمع كتاب مقدس وبتسمع عظات في الكنيسة ما تعرفيش مش كده؟ ما سألتيش نفسك؟
حلو قوي. ازاي بقى وفين وعشان ايه؟ فين الجحيم ده؟ نزلوا فين طيب؟ طب ليه ما طلعهوش؟ حلو قوي، حلو قوي، كويس انك ما جاتش في الاناجيل، جت في رساله بطرس بس. طب كويس، انت تعرف اكتر مني. انا معلش، انا دايما اصلي بتاع كمبيوتر، فبعمل سيرش في برنامج كده ما بحفظش يعني، انا اسف، ده مش ميزه، ده عيب يعني. المهم هو قال نزل بشر الارواح. حلو، الارواح دي نوعين، ارواح خاطئه وارواح كويسه، ارواح من مستوى ابراهيم واسحاق ويعقوب، وارواح من مستوى يهوذا يعني، واخد بالك؟ فدول وضعهم ايه ودول وضعهم ايه؟ تمام. ليه قيل نزل؟ ما قالش ليه طلع. هو الجحيم تحت الارض ولا فوق في السماء؟ تعرف ما تعرفش. هل الجحيم فيزيكالي ولا رمز؟ تمام. فالراجل بتاع النصوص الابوكريفيه وجد ان هذه النقطه، معلش بين قوسين، هي نقطه ضعف في الروايه، مش نقطه ضعف في العقيده ولا حاجه، نقطه ضعف في الروايه، ما فيش تفاصيل، فاخترع لها تفاصيل. عندك على الاقل في القبطي، في القبطي بس، القبط الصعيدي، في ثلاث نصوص بيعالجوا القصه دي. في اليوناني ما تعدش، وفي السرياني بقى، وجايز فيه بلغات تانية انا ما اعرفهاش، بس انا على الاقل اعرف القبط الصعيدي كويس، واعرف اليوناني كويس، واعرف شويه من السرياني يعني. تمام، بيعالج القصه دي. خد عندك بيحكي اسوار الجحيم شكلها ازاي، والمسيح هو ونازل كان راكب زي العجله الحربيه بتاعه مصر الفرعونيه دي، اصبر بس، وبيوصفها عشان بس ما نقطعش التسلسل يعني. تمام، وبعدين جرى حوار، ما تتخضش يا باشمهندس، جرى حوار ما بين سكان الجحيم اللي جوه الجحيم بعد الاسوار، والمسيح اللي بره الجحيم بره الاسوار، حاجه كده زي ايه، ارتفعي ايتها الابواب الدهريه ليدخل ملك المجد دلوقتي، لان في صراع ديانات وفي صراع طوائف موجود في مصر وموجود في العالم كله. الناس ابتدت تفتش ورا الابوكريفا من باب ديني، لكن كل العالم الاكاديمي اللي في الدنيا كلها، لو انت رحت من اقصى اوروبا لاقصى امريكا، الناس بتنظر لهذه النصوص انها دليل تاريخي، انها دليل تاريخي، الناس كانت بتفكر ازاي وبتكتب ازاي الابوكريفا. الغنوصية في ناس بتعرفها على انها فلسفة، وفي ناس بتعرفها على انها ديانة موجودة من القرن الثاني. العمود الفقري في الغنوصية جاي من اسمها جنوسيز، المعرفة، ناس مؤمنة بالخلاص بالمعرفة. اوكي، زي ما دلوقتي بعض المستنيرين اللي قبض بفكروا كده، يقول لك لما تقرا كتب كتير لكرولوس الكبير ممكن تروح السماء يعني. تمام، فالخلاص بالمعرفه يعني ده عمودها الفقري. لكن اللي لازم تعرفيه حضرتك ان الغنوصيه في كتاب كامل لكارين كينج، استاذه كبيره قوي في هارفارد، كتاب كامل حوالي 600 صفحه في تعريف الغنوصيه، لان الغنوصيه منتشره في شرق المتوسط، جنوب المتوسط، شمال المتوسط، مكتوبه بكذا لغه، وحتى التفاصيل في الغنوصيه اللي في مصر مختلفه عن التفاصيل الغنوصيه اللي كانت في روما وهكذا. لذلك الغنوصيه هو تخصص لوحده ودراسه وحدها، وانا اكدت قبل ما حضرتك تدخلي ان مجموعه نجا حمادي مش مجموعه غنوصيه ولا حاجه. المعنويه يعني بدعه، ده بالنسبه لحضرتك يعني، هي بالنسبه لكل مسيحيه بدعه. ايه؟ بالنسبه لكل مسيحيه بدعه. لا يا فندم، مين ده؟ الغنوصيين قالوا عن انفسهم انهم مسيحيين، انت ما تقدرش تقول لهم لا، انتوا كذابين. والمناويين ايضا. لا بس خلي بالك عشان دي امور حساسه، ربنا يخليك، خلي بالك. في فرق انا نظرتي لحضرتك ايه، ونظره نفس نظره حضرتك لنفسك ايه. احنا هنا بنتكلم عن ادب وعن نصوص، فماني النصوص المنويه ده مش بيمدح نفسه على انه قديس ولا نبي، ده حاطط روحه، انا اسف يعني، فوق الله نفسه. لما تقرا الخطابات وازاي تلاميذه دول كانوا يعني، عارف انت القصه المشهوره بتاعت واحد من الرهبان راح لاب كبير فبيقول له علمني، قال له انا كفايه ابص لك واتعلم. ماني كاتب حاجه زي كده. تلاميذه بيقولوا له هو انت لسه يعني هتتكرم وتتعطف وتفتح بقك وتتكلم؟ لا احنا مجرد نشوفك ناخد كل التعليم اللي في الدنيا. تمام، ففي فرق بين ماني بيقول ايه عن نفسه، وانا اظن نبهت للحكايه دي في اول المحاضره، ماني بيقول ايه عن نفسه، ده اللي مكتوب في المخطوطات القبطيه، ومهاجموه بيقولوا عنه ايه. فحضرتك تقول عن الغنوصيه هرطقه لانك انت راجل قبطي. تمام، لكن هيجي طبعا ما فيش غنوصيين دلوقتي، او في غنوصيين بس ما بيتقالش عليهم غنوصيين، هيجي واحد غنوصي يقول لك لا ده انا مسيحي زيك، بس انا مؤمن ان التعليم مهم والتنوير مهم ومش عارف ايه وبتاع. ايه في كلمة غنوصية موجودة في رسالة يوحنا؟ لا ماليش دعوة بقى، التحليل حضرتك للكلام وتركبه على فكر الغنوصيين دي حاجة، إنما ما دام ما فيش نص يقول الغنوصيين كذا 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 ده ماليش دعوة. معلش بس أنا مش بالمبدأ دوت، خلاص أنا هعتبر بقى مستور مسيحي وأريوس مسيحي والكلام ده مطول واحد. أريوس مسيحي، أريوس مسيحي طبعا. من جرد أريوس من المسيحية يا رجل؟ مستور مسيحي طبعا.
ماشي، بس انا بتكلم في لفظ اللي هو يبقى مسيحي ارثوذكسي. انت مسيحي ارثوذكسي مالناش دعوه، انت مسيحي ارثوذكسي، انا مسيحي ارثوذكسي، انما لما نقيم الناس دول لا دول كريستيان طبعا بالثلث، انما فكرتهم المختلفه دي مالناش دعوه بيها، احنا مش في محل تقييم عقائد دلوقتي خالص، احنا في مقال تقييم نصوص. بصيته لنفسه هو هيجي ولا خلاص انا الصح؟ يا رجل يا رجل، ده كان لديه اتباع بالالاف، لا يمكن انك تخفي النصوص لمجرد انها مختلفه معاك في العقيده، اصبر بس، ده كلام خطير. طب ما احنا ممكن، انا راجل بتاع دراسات قبطية، اول نص درسته نص ابوكريفي عن بولس، اول نص في اول كورس خدناه في هولندا سنة 2010 كان نص ابوكريفي عن بولس، راح اقول له لا انا قبطي، طب ما الاستاذ بتاعي كاثوليكي، كاثوليكي مؤمن ومتعصب بالمناسبة يعني، ودياكن، واخد بالك، ما حش هيدرس لنا النصوص دي، احنا دلوقتي وفي اساتذة ملحدين، اساتذة الكتاب المقدس الاشهر في الدنيا ملحدين، اهم استاذ نقد كتابي ملحد، تمام. ففي فرق بين دراستنا للنصوص ودراستنا للفكر اللي جوه النصوص. انا واحد من الناس لما كنت اقرا القصه اللي حكيتها لحضراتكم بتاعه الجحيم دي كنت اضحك، قصه مسليه جدا، واحكيها لابني الصغير عشان ينبسط قبل ما ينام، واخد بالك ازاي، انما ده ناس فكرت كده وناس امنت بكده، ما تقدرش تلغيهم، فاهمني؟ ففي فرق بين معالجه النصوص ومعالجه الفكره اللي جوه النصوص. يعني مثلا ده اخر مثال عشان احنا طولنا في النقطه دي، البردية المشهورة اللي ظهرت في مؤتمر روما 2012 بتاعت زوجة المسيح، وقال المسيح لتلاميذه أن زوجتي، والباقي ضايع، وقلبت الدنيا والإعلام، ولا ما سمعتش عنها دي، وقلبت الدنيا والإعلام، جه روما واحد من الناس سجلت مع التلفزيون الإيطالي بسبب الحكاية دي. لا لا لا، دي بعد دافنشي كود، تمام، اعمل عليها سيرش جيسوس وايف بابايروس، تمام، هتلاقي كلام حلو يعجبك يعني. اتقلبت الدنيا، هو المسيح كان متجوز؟ انت ده بالنسبه لك انت هتتخض، لكن احنا بتوع مخطوطات لما درسنا الباليوجرافي وشكل البرديه ونوع الحبر عرفنا انها مضروبه معموله امبارح، تمام، بالمناسبه اللي قدمتها استاذه في جامعه مهمه في انجلترا ما كانتش عارفه، او كانت عارفه وكانت عايزه شهره يعني اي مكان، واخد بالك ازاي؟ ففي فرق بين معالجه النصوص والفكره، انا ماليش دعوه ابدا ان مكتوب المسيح كان متجوز، مش دعوه خالص، انا راجل بتاع مخطوطات، علموني الحبر شكله كذا والورق شكله كذا ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه، هات يا سيدي البرديه دي، ليس لها شبيه في اي مخطوط مكتوب في القبطي على وش الارض. يبقى اللي كاتب اللي كتب البرديه دي اتولد اتخلق عشان يكتب البرديه دي ويموت. الستايل بتاع الحروف ليس له شبيه في اي مخطوطه في الدنيا. الستايل بتاع الكتابه شكله لهجه صعيدي ماشي. الحبر اللي مكتوب اتحلل واتعمل له اللي هو الكربون 14 ومش عارف طلعت مضروبه. تمام؟ ففي فرق كبير جدا بين انك تعالج الفكره اللي جوه النص انك تعالج المخطوط النص، ها؟ محاضره اسمها الادب مش العقيده اللي مكتوبه جوه الادب، ها؟ محاضره اسمها الادب بس كفايه. فالادب القبطي النهارده وده الكور بتاع المحاضرة يا ريت نركز فيه مع بعضينا، خلاص خلصنا من الأبوكريفة. الأدب القبطي النهاردة في العالم بيخضع لتحليل مختلف بطرق مختلفة، أبروتشز مختلفة أو ميثودولوجيز مختلفة، مناهج مختلفة. التحليل ده ما هوش اختيار وما هوش رفاهية أكاديمية، لكن اضطرينا ليه عشان ندي عمق أبعد للأدب القبطي، هو العمق الاجتماعي. ليه؟ ليه عمق اجتماعي سوشيال كونتكست للأدب القبطي؟ لان حضرتك بتقرا نص فيه سيره حد من القديسين، تسال روحك ليه سيره القديس ده مكتوبه على الورقه دي، تمام، عشان ايه؟ عشان خاطر هيجي ابونا في العظه بتاعت يوم الحد او في يوم عيد القديس يستخدم القصه دي يحكيها للناس، تمام، في سوشيال كونتكست، في وضع اجتماعي بتتوظف فيه النصوص، مش كده؟ ما فيش نصوص بتتكتب للفراغ يعني، ما فيش نصوص بتتكتب عشان تتكتب، لازم في سبب، تمام. بالتالي ابونا اللي كتب النص وابونا اللي هيقرا النص على الناس يوم عيد القديس عارف نوعيه الناس اللي جايه تسمع. خلي بالك في مصر الجديده هنا العظات تختلف عن اللي بيتقال في سوهاج تماما، انتوا دنيا واحنا دنيا، تمام، لان نوعيه الناس اللي جايه تسمع وفكرهم مختلف وتعليمهم مختلف عن الناس اللي في الصعيد وانفتاحهم مختلف عن اللي في الصعيد. انا نفسي ما اقدرش اقول المحاضره دي في جامعه سوهاج، تمام، انك تتكلم مستوى شكله كده غير تتكلم مع احترامنا لكل الناس وكل المستويات، نتكلم ناس يعني مثلا الكورس اللي انا هديه بعد الظهر ده لطلبه الدكتوراه، تمام، فبقول فيه كلام في مستوى في المخطوطات غير اللي اقوله في مستوى في الليسانس، تمام، فالقصه نفس الكلام، العظه نفس الكلام، النص القبطي بصوره عامه نفس الكلام، في سوشيال كونتكست محطوط فيه. لذلك اضطر العلماء
ده طبعا مش موجود في مصر. اضطر العلماء في الدنيا كلها انه يعطوا بعد اخر للادب القبطي باعطائه السوشيال كونتكست عن طريق ميثودولوجي جديد، عن طريق تحليل جديد. اول تحليل هو التحليل الادبي، لانه حضراتكم عارفين وانا قلت من شويه ان اكتر حاجه تملا الادب القبطي هي القصه، قصص الشهداء، قصص الرهبان، قصص المعجزات، خلافه خلافه خلافه، تمام. فلازم القصه دي ما تتحكاش وتترجم للانجليزي او تترجم الماني وبعدين تحط فول ستوب، لا، لازم تفهم القصه دي وجدت ليه، اصيغت بهذه الشكله ليه. ده بيتحلل اللي هو الليتراري اناليسيس، بيتحلل بطرق كتيره جدا، لكنه في حاله الادب القبطي مرتبط بما يعرف بنظريه القص، نظريه الناراتولوجي. لاني حوالي اواخر الثمانينات بدايه التسعينات لحد النهارده في العالم كله اتعملت نظريه اسمها الناراتولوجي. النظريه دي علماء كتير جدا من اللي بيدرسوا الادب ونقاد الادب موافقين عليها. باختصار قوي القصه بيحكيها راويه، يعني انا بحكي لحضراتكم المحاضره، احيانا بتكلم بضمير الانا، ضمير الشخص الاول، انا درست، انا عملت، انا ذاكرت، انا فعلت، فبصبح انا نفسي بطل من ابطال القصه اللي انا بحكيها لكم، تمام. في احوال تانية المؤلف او الكاتب ما بيتكلمش بضمير الانا، بيقول لك بولس ابا الاشرف فراحوا قعدوا على القهوه مش عارف ايه، فهو نفسه راويه لكنه ما بيظهرش، تمام. فنظريه الناراتولوجي، نظريه الناراتولوجي بتحط قواعد واضحه، امتى الكاتب بيظهر، امتى ما بيظهرش، امتى بيستخدم ضمير للغائب، امتى بيستخدم ضمير المتكلم. مش هنخش في التفاصيل دي، لكن في الشريحه دي بالذات كان لازم اكتب المراجع. مايكا بعل او مايكا بال دي اللي عملت اهم كتاب واشهر كتاب عن الناراتولوجي لمن اراد ان يفهم، خاصه الناس اللي بيحبوا سير القديسين. احد من الناس بحب سير القديسين، بس كنت من انا وطفل صغير اسال نفسي، يعني المعجزه اللي اتعملت هنا هي المعجزه اتعملت هنا، هي المعجزه اتعملت هنا، بس اتغير اسم القديس ليه؟ نظريه الناراتولوجي دي بتجاوب، هل كان في ستايل معين للقصة القبطية بيتنقل مع تغيير الأسماء؟ السؤال اللي حضراتكم كلكم سألتوه لنفسكم وانتم صغيرين، اشمعنا دقلديانوس في كل قصص الاستشهاد؟ في كتاب قد كده بتاع واحدة زميلتنا هولندية بتفسر فيه الظاهرة دي، لكن ببساطة خالص الخلاصة يعني ان دقلديانوس بعد ان يعني مات ودخل الى غياهب التاريخ كان سايب ذكرى سيئة في مخ اللاطوت، بس كده. ففي اختراع تاني اللي انا هقول عليه بعد دقيقه واحده اسمه الكولكتيف ميموري، الذاكرات الذواكر الجمعيه، سوري، الذواكر الجمعيه او الذاكره الجمعيه للناس، انك بتختار من سيره كل حد شيء معين تحتفظ بيه. ودي نظريه اجتماعيه، نظريه ما بين علم النفس وعلم الاجتماع لو حد فيكم متخصص، حاليا راسخه يعني ومنشوره في الدنيا كلها ومعروفه. الامم بتختار شيء معين تحتفظ بيه لابطالها، يعني محمد البرادعي واحد من ابطال ثوره يناير دخل في السلك السياسي وبقى نائب رئيس الجمهوريه، جت رابعه اختفى. بماذا احتفظ المصريين عن محمد البرادعي النهارده؟ اخر مشهد ليه انه اختفى وساب البلد في صراع مع مش عارف مين، تمام. هي دي الكولكتيف ميموري، دي نظريه ثابته وتصلح للتطبيق على اي ادب واي قصه، تمام. اثناسيوس الرسولي في نصوصه المنحوله انهي قصص اختيرت من حياته؟ بالمناسبه اثناسيوس ده عاش دراما عظيمه جدا، يتنفي ويرجع ويدخل في السياسه ويدخل في الدين ويدخل في اللاهوت ويروح مجمع ويرجع من مجمع، دراما كبيره قوي في حياته. ماذا اختار القبط ان يحتفظوا له؟ هو ده اللي كتبوه في النصوص المنحوله على اسمه. عارف اختاروا ايه؟ حاجتين بس، دي ده اللي انا هقوله دلوقتي، دي نتيجتي انا وانا مسؤول عنها، تمام. اختاروا حاجتين، نمره واحد دعمه للرهبنه، نمره اتنين قدراته الاعجازيه، تمام. قدراته الإعجازية إنه كان بيسافر من بلد لبلد البلد في المنافي راكب على سحابة أو شيء من هذا القبيل. وبالمناسبة في إشارة لكده حتى في المؤرخين اليونانيين إنه سافر من مكان لمكان في أيام قلائل حاجة زي كده يعني. وفي برضو إشارة في المؤرخين اليونانيين عن فكرة إنه تعرض لأخطار في البحر ومع ذلك نجا يعني أثناء سفرياته الكتيرة. فالنصوص المنحولة أو الكولكتيف ميموري بتاعت الأقباط اختارت إنها تحتفظ لأثناسيوس بحاجتين، دعمه للرهبنه وعلاقته بباخوميوس. عارف ليه؟ النصوص المنحوله دي اصلا صيغت وكتبت في مجتمعات رهبانيه، بس كده. فطبيعي جدا يقولوا ان اثناسيوس البطل العظيم، اعظم لاهوتي انجبته مصر ويمكن انجبه العالم كله، الرجل الذي ولد ولم يمت ابدا، تمام، ولن يموت. اختاروا له الحاجتين دول، انه راجل كان بيعمل معجزات واعجازيه وكان بيظهر له ملائكه ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه، لان ده بياخد نظر الناس، بياخد مخ الناس، ها؟ ارتباط الارض بالسماء ده طول الوقت بياخد مخ الناس. ده تحليلي انا.
ده انا اللي درست النصوص دي محدش غيري يعني. تمام؟ لكن هو نفسه ما كتبش كده. لا لا لا، دي النصوص المنحوله على اسمه، ما هي النصوص المنحوله على اسمه هي دلاله ان الناس دول على مر القرون احتفظوا له بقصه، كتبوها عنه، نقلوها عنه يعني. هم جابوها منين بقى؟ لا ده جابوها منين؟ دي موجوده في سيرته، موجوده في سفرياته الكتير والاخطار اللي اتعرض بيها في سفرياته كده، دي موجوده في المؤرخين اليونانيين، ده واقع يعني حصل، بس هم اشمعنى اختاروا ده؟ وعلى فكره قصه ذهابه الى ديره الصعيد مثبته في الادله كتير كده، وسواء كان قابل باخوميوس او ما قابلش فاحنا متاكدين انه راح الاديره الباخوميه، بل بالعكس ده اثناسيوس استخدم الرهبنه كداعم ليه لما دخل في صراعات لاهوتيه في نيقيا، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا هو الادب المنحول ده احتفظ بايه لاثناسيوس؟ احتفظ له بالحاجتين دول، قدراته الاعجازيه الخارقه، نمره اتنين محبته للرهبنه او دعمه للرهبنه. فاحنا العالم واحنا معاه اضطررنا الى ان احنا نحلل الادب القبطي والنصوص القبطيه بمنهج جديد بطريقه جديده عشان نديله بعد اكتر ونفهمه اكتر، اللي هو السوشيال كونتكست، لماذا صيغه بهذه الشكل. تمام؟ على وجه التحديد التحليل الادبي والتحليل الاجتماعي ونظريه القصر، ودول الثلاث مراجع اللي في اي حته في الدنيا بيبقوا بيزك لاي حد بيدرس ادب. فولي ده هاو تو ريد ان اورال بويم، ده يعني ما تتخيلش حضرتك ان هو بيحلل شعر اتكتب في جنوب افريقيا، شعر اتكتب في جنوب افريقيا وكانت الناس بتتداوله شفاهة وبعدين اتكتب. تمام؟ فبيحط قواعد لما النص الشفاهي ده يتكتب ايه اللي يحصل فيه. نفس الكلام، ما هو العظة القبطية اللي وصلتنا على مخطوط دي كانت بتتداول شفاهي، وفي لحظة من اللحظات سجلت على المخطوط، دونت على المخطوط، ايه اللي اتغير فيها او كان شكلها ايه في الاصلي؟ السيد فولي ده بيدي شوية حاجات تمشي عليهم عشان تفهم يعني. تمام؟ مايك كابال ده كتاب ممتع جدا لأي حد بيحب رواية أو قصة قصيرة عن نظرية الناراتولوجي، إزاي المؤلف بيظهر ويختفي وبيتعامل مع الأبطال المهمين في الرواية والأبطال الهامشيين. أما براش فده بتاع الكوليكتيف ميموري، الناس اللي بتفهم علم اجتماع ممكن تحب الكتاب ده. ده بيتعامل مع فكرة لماذا تحتفظ الأمم بشيء معين من أبطالها. تمام؟ أنت لما تيجي سيرة رمسيس الثاني تفتكر إيه؟ ها؟ حد يكلمني. تفتكر التمثال؟ لا، تفتكر انه كان راجل محارب بقى وموقعة مش عارف ايه وموقعة مش عارف ايه. بينما الشهرة الحقيقية لرمسيس الثاني حاجتين لما تدرس تاريخ مصر، يعني انه عمر كتير قوي، يعني حكم مصر فترة كبيرة جدا، وانه كان معماري في كل حتة في مصر مزروعة ليه معابد وتماثيل و ايه بقى اللي بيحصل في الادب القبطي في الدنيا دي؟ حاجه فريش كده بسيطه خالص، مش مرتبطه بتحليل ولا تعقيدات. اهم مشروع بيحصل في الادب القبطي دلوقتي اسمه مشروع السكريبتوريوم. سكريبتوريوم اللي هي بالقبطي بيما انتمنتس هاي، اللي هو المكان اللي بيتم فيه الكتاب. اللي قدام حضراتكم طبعا جميله جدا، دكتوره كارين شرودر في جامعه الباسيفيك في الولايات المتحده، هي واحد تاني اسمه امير زيلدس. امير زيلدس ده في جامعه ما في الولايات المتحده، بس ده بتاع تكنولوجيا، بتاع سوفت وير، انما هي بتاعت قبطي. تمام؟ المشروع ده ببساطه خالص حاليا بيعمل نصوص مشهوره زي نصوص شنوده، بيعمل لها اكتر من اديشن، اكتر من نشره، واحده بيسموها الدبلوماتيك، النشره الدبلوماسيه اللي هي شبه المخطوط الاصلي، واحده بيسموها النورمالايزد اللي هي زي النصوص الحديثه باراجرافات ورا بعضيها، وبيطوروا سوفت وير يقدر يعرب لك القبطي من غير ما انت تكون عارف، يعني مجرد ما بتقف على كلمه معينه بالفاره هو بيقول لك دي فعل ولا فاعل ولا مفعول مش عارف ايه. لحد دلوقتي نشكر الله انهم مش ناجحين، ما اتعملش السوفت وير اللي يقدر يعرب القبطي اوتوماتيك، لانه لو ده حصل هنعتزل احنا الشغلانه، نشوف لنا شغلانه تانية يعني. هو ده نفس البروجكت بتاع جورج كراز اللي هو كان عامله على السوري؟ مش عارف. توتال سوفت وير بكل الفوكابلرز بيجيب كل جزء الفعل بس لا هذا نجح ولا ذاك. نشكر الله. تمام؟ لان ده خطير جدا، لانه هو طبعا ما حصلش على اليوناني، وتاريخ دراسه اليوناني اكبر واعمق واهم جدا من القبطي، وهو ما حصلش على العربي، فما اظنش انه هيحصل على القبطي، لان بالنسبه للقبطي اصعب من الاثنين، القبطي اصعب من الاثنين من ناحيه الجرامر يعني. تمام؟ فلحد دلوقتي هم مش ناجحين، بس هم ناجحين في حاجه تانية. لو حضراتكم هتدخلوا على الرابط ده، ناجحين في حاجه تانية، انهم يحولوا نصوص منشوره مثلا قديمه نشرها زويجه ولا حاجه بشكل صعب جدا لسوفت وير تقدر تعمل منه كوبي بيست، تقدر تستفاد منه، تقدر تترجمه، وكمان عاملين ترجمه الانجليزيه ارشق من الترجمات القديمه يعني. لان دكتوره كارين يعني ست ممتازه جدا، لها كتاب مهم جدا عن المراه في المجتمع الرهباني بتاع شنوده، كتاب خطير جدا يعني. المشروع الثاني اسمه الباسس،
دي اللي حضراتكم شايفينها دكتورة باولا بوتسي، أستاذة الدراسات القبطية في جامعة سابينزا اللي هي جامعة بيقولوا عليها جامعة روما، يعني الجامعة الأم في إيطاليا. باولا بتعمل فكرة تانية، يعني أنا ما أشرتش ليها في الأول، بس فكرة إن المخطوطات اللي متقطعة دي هل ينفع إن إحنا من خلال الدليل اللغوي نرجعها لأماكنها تاني؟ يعني نقدر نفهم من خلال لغة المخطوط ده طالع من الفيوم ولا من سوهاج ولا من أسيوط؟ هو في حضرتك قلت إن هي قصة عدم دقة النقل. آه. ما هو ده بيصعب نقطة إن أنت تجمع ده لما يكون عندك من المخطوط الواحد كذا نسخة. خلي بالك دي نقطة كويسة، لما يكون عندك كذا نسخة من المخطوط الواحد، من النص الواحد، واحدة من الصعيد، واحدة من بحري، واحدة من وادي النطرون، في الحالة دي تقدر تقارن. لكن افرض هي واحدة اللي وصلتك. تمام؟ تحتاج المشروع ده بقى. باولا بوتسي ومعها فريق كبير من الباحثين بيحاولوا يعملوا الحكاية دي. في منتج خطير جدا طلع لباولا بوتسي من شهر ولا من شهر ونص، اللي هو عن توتون، عن المخطوطات الحمولي الفيوم. اكتشفوا مكان مهدم إلى جوار الخرايب بتاعة الحمولي. طبعا للأسف الدير بتاع الحمولي ده راح خالص. لسبب ان احنا مش عارفينه حوالي سنة 1000، لكن الاكتر من كده ان بعد ما الاثار شافته في الثلاثينات استيل برضو بيتدمر، يعني حدش عارف ليه يعني. تمام؟ ففي واحد من فريق البحث بتاع باولا بوتسي اسمه سوليداريتي حاجة كده ايطالي، جاب اسم ناسخ من مخطوطات الحمولي، من اللي هم بيتكتبوا في التوقيعات في الكولوفونات، اسم ناسخ موجود على جدار الدير المتهدم ده. وبالتالي هو بيقول، ده لسه مش اكيد، هو بيقول ان السكريبتوريوم، المكان اللي اتنسخت فيه مخطوطات الحمولي في الكنيسه اللي اتهدمت دي، اللي للاسف شافوها الاثريين سنه 30 وستيل لحد دلوقتي بتتهدم، ده مشروع مهم جدا لانه حيصطوا على الداتا اللي عملها تيتو اورلاندي على مدار 30 40 سنه. تيتو اورلاندي دلوقتي يعني كسر ال 80 سنه وهيدخل في الزهايمر، ده عالم من علماء الاحتياط الشهير، كان عامل موقع مهم اسمه cmcl.it cmcl.it، ده اهم موقع يعتبر في الدراسات القبطيه، كان بيحاول يبني عليه الكودكس المتقطعه دي اللي هو يعمل فيرتشوال كودكس بس اونلاين يعني. تمام؟ الماتيريال كلها اللي عملها تيتو اورلاندي، طبعا هو استاذ باولا، هتاخدها باولا وهتبني عليها فكره مشروع انك تعمل جغرافيا للادب القبطي. المشروع اللي بعد كده DDGLC، انتوا عارفين الدكتوراه بتاعت الانبا غرغوريوس اللي عملها في انجلترا زمان من حوالي 70 سنه كانت عن الكلمات اليوناني في القبطي. المشروع ده استيل واكل دماغ الناس، يعني اللي هي فكره انهي كلمه خدوها اللقباط من اليوناني وخدوها باي شكله. اللي منكم يعرف يوناني ويعرف الحالات الاعرابيه ويعرف ان الكلمه نهايتها بتتغير، يعرف ده موضوع صعب جدا ومعقد جدا يعني. دلوقتي في مجموعه من الباحثين بقياده سيباستيان ريشتر، ده استاذ الدراسات القبطيه في برلين، ومعاه مجموعه من الباحثين الممتازين جدا، منهم واحد هولندي من زمايلنا اسمه يوست هاخن، بيشتغلوا بالطريقه القديمه بتاعه كرام. ايه الطريقه القديمه بتاعت كرام؟ انهم يعملوا سكان للمخطوطات. تمام؟ وروحوا واخدين الكلمه اللي اصلها يوناني زي ما مكتوبه في المخطوط عشان يدرسوا نهايات الكلمات اللي بتتغير في اليوناني، اللقباط استعملوها ازاي. وده ده, ده ده كلام مهم جدا، لان احنا احيانا نشوف اداه الفاعل ان جي مثلا، مش عايز اخش بس واقول كلام بالقبطي، بس ما تعرفش ليه وظفها القبطي كده، او رابط ملوش لازمه في اليوناني اللي هو الرابط دي، ما نعرفش ليه وظفوا القبطي بالشكل دوت في النصوص القبطيه. وعشرات من ادوات الربط وحروف الجر و و و استعارهم القبط من اليوناني ووظفهم بس بطريقه مختلفه عن الجرامر اليوناني. المشروع ده ممكن يقعد 10 12 سنه لقدام عشان يخلص، بس مش ده الموضوع. هم اوريدي ابتدوا يحطوا اونلاين 100 استخدام تاني، 100 استخدام للدي. تمام؟ يعني يقول لك دي في اليوناني ليها استخدام 2 3 اسمهم كده 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 كده، لكن احنا اكتشفنا ان الدي دي لما خدوها اللقباط استخدموها 100 استخدام اخر كذا، وحط لك ملف بي دي اف بالامثله بالكلمات بالنماذج اللي هم فيها. المشروع ده انا شخصيا بحبه جدا، وكنت دعيت لالقاء محاضره عن اليوناني في النصوص المنحوله هناك في لايبزيغ، وبصراحه اتعلمت كتير منهم جدا، لان مفيش حاجه تتعمل على ورق. اي نعم هم بيشتغلوا بالطريقه القديمه، بطريقه انه يمشي صباعه على المخطوط ويلقط الكلمه وياخدها وبعدين يعمل لها ريفرنس، لكن في نفس الوقت مش حاجه بتتعمل على ورق، كله بيتعمل ديجيتال عشان يقدر يقارن. يعني مثلا بعد ما يلاقي 20 استخدام للدي مش هيقدر يحفظهم هنا، هو الكمبيوتر يقدر يحفظهم ويقدر يفنطهم ويقدر يقول لك دي زي دي ودي شبه دي ودي، وبالتالي تطلع النتائج اسرع. لكنه مشروع مهم جدا وهيأثر جدا في دراسه الادب القبطي. المشروعات الكبرى في الادب القبطي انا خليته في الاخر، ده صديقي العزيز فرانك فيدر.
فرانك فيدر بيشتغل في كذا جامعه في المانيا، وبالرغم ان هو صغير في السن كده 40 سنه، انما انا بعتبره ده اهم راجل في الشغلانه بتاعتنا. يعني فرانك فيدر بيقود مشروع دراسه ونشر العهد القديم القبطي بكل لهجاته، مشروع ممول من احدى الجهات الالمانيه لمده 33 سنه، يديكم طولة العمر، هيخلص يعني بعد 3 ممكن يخلص بعد كده يعني، بس مش اقل من 30 سنه يعني. تمام. معاه فريق بحث ضخم جدا من كل حته في الدنيا، منهم راهبه من دير الست دميانه، الراهبه انطونيا مصريه يعني من دير الست دميانه، ودي الوحيده اللي مصريه بتشتغل في المشروع. بيعملوا كل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها، بس عشان الوقت هنجري كتالوجينج اوف مانوسكريبت، بيعملوا فهارس المخطوطات. طبعا انتوا عارفين الفهارس بتتعمل بالمكان، يعني المخطوطات اللي طالعه من الحمول يتعمل لها فهرس، مخطوطات دير ابو مار يتعمل لها فهرس، لكن المره دي بيعملوا فهارس بالمحتوى، يعني كل المخطوطات اللي جواها عهد قديم بكل اللهجات بتعمل لها فهارس لوحدها، كله ديجيتال، مش حاجه تطبع ورق. بعد كده بيعمل ايمج بروسيسنج، بيعالجوا الصور. طبعا انتوا شفتوا الصور من شويه المتقطعه ومتبهدله ومحطوطه في كذا مكان، بيعالجوا الصور بطريقه معينه تبقى افضل. بعدين اندكسنج اوف بيبليكال كونتكست، وده مهم جدا. ليه بقى؟ الراجل فرانك فيدر ده قبل ان ينشر كتابه المهم عن سفر مراسي ارميا لم يكن عند القبط نسخه من سفر مراسي ارميا. تمام. كان موجود القصة اللطيفة اللي بالعربي اللي بتتقرا يوم الجمعة العظيمة دي، لكن ما كانش عندهم نسخة قديمة يعني أثرية يعني. فرانك فيدر ده هو اللي عرفنا ان الأقباط كانوا مؤمنين بسفر مراسي أرمية. تمام. فالاندكسنج اوف بيبليكال كونتكست ده اخطر ما فيه، اللي هو القانون. القانون بس مش بتجيب القانون من عند أثناسيوس لما طلع خطاب وقال ان العهد الجديد كذا والعهد القديم كذا، لا، انت بتجيب القانون بتاع العهد القديم ده من الواقع، من واقع المخطوطات. يعني على سبيل المثال مكبيين 1 و2 كانوا ضمن النسخة القبطية للعهد القديم ولا ما كانوش؟ تمام. ما بتجيبش من مين قال قانون في القرن الكام، ولا مين كتب شذرة صغيرة بيقول الكتب الأبوكريفية كذا والكتب القانونية كذا، ما بتعملش كده. انت بتجيب قانون الكتاب المقدس من واقع المخطوطات. بالمناسبة مكبيين 1 و2 كانوا ضمن القانون يعني. تمام. فرانك فيدر هو اللي عمل كده. قبل فرانك فيدر ما كناش نعرف. هو طبعا شاب صغير وبسيط، وكنا عازمينه في مؤتمر تبع سانت ماركو قريب، وبتكلمش ابدا كده وتواضع خالص يعني، لكنه جبار في الشغلانه اللي بيعملها دي. تمام. ستاندرايزيشن اوف فاريشن، دي مهمه جدا بقى، اللي انا لسه قلت عليها، اللي عدم دقه النقل، وان في نسخه مترجمه من اليوناني بحري للصعيدي ومترجمه للفيومي، ما لهمش علاقه ببعض، كل واحد ترجم لوحده. ده بيعمل بقى ستاندرايزيشن، يعمل بقى ايه، نسخه قياسيه، نسخة قياسية، هو ايه اللي اكثر انتشارا وايه اللي اقل انتشارا. بعد كده الكوليشن اوف ويتنسز وترانسكريبشن، لحد ما توصل للديجيتال اديشن ان شاء الله بعد 30 سنة، عندنا نسخة من العهد القديم القبطية بكل اللهجات موجودة اونلاين ببلاش. دينا كنتلت الامر. ده منتشر في كذا مكان، موجود في جوتينجن وموجود في هامبورغ، بيروح يدي محاضرة ويرجع. هو ده بتاع موجود فيزيكالي، موجود في جوتينجن، انما هو نفسه مش موجود في جوتينجن. ستيفن ايمل طبعا استاذ الدراسات القبطيه في جامعه مونستر، احفظ اسمه لو انت بتاع قبطي عايز تدرس، لازم تكون حافظ اسمه. بيعمل كام حاجه مهمين في الدراسات القبطيه. ستيفن ايمل بيحاول يعمل رايتنج ا هيستوري اوف كوبتيك ليترشر، ان احنا نكتب تاريخ للادب القبطي ونصنفه مجموعات وكده. وبيعمل داتا بيز للمؤلفين الاقباط المشاهير وكتبوا ايه، وبيعمل حاجه باللاتين اسمها انسترومنت ستوديوروم، اللي هي ازاي تعمل اديشن يعني، لان انتوا عارفين ان الدراسات القبطيه هي نفسها بارازايت على اليوناني، يعني زي ما بيعملوا اديشنز للنصوص اليوناني احنا بنتعلم منهم. تمام. لكن ستيفن ايميل يريد ان يضع يعني قواعد مختلفة أو قواعد مستقلة للدراسات الأدب القبطي. طبعا كان ممكن نتكلم عنه كتير بس ما فيش وقت. دول أهم حاجتين في رأيي عملهم ستيفن إيميل. شنوتي ليتراري تكست طبعا ده أهم حاجة ليه، قعد 10 سنين أو 11 سنة يعمل في الدكتوراه دي، وهي صدرت في جزئين في 1100 صفحة عن سلسلة سبسيديا، دي بتطلع في بلجيكا، معرفش موجودة في مصر ولا مش موجودة معرفش، بس ده أهم كتاب في الدنيا بيتكلم عن شنودة اللي هو أبو الأدب القبطي. تمام. وليه مقاله ثانيه جميله جدا اسمه كوبتيك ليترشر ان ذا بيزنطاين اند ايرلي اسلاميك وورلد، حاله الادب القبطي في العصر البيزنطي وبدايات العصر الاسلامي. ودي مقاله صغيره 14 15 ورقه، لكنها يعني مزدحمه جدا بالمراجع والاقتباسات. اريتا بابا كونستانتينو هي من اصول يونانيه انما عايشه في لندن، ودي اهم واحده بتعمل دراسات سيارة القديسين، ده أهم كتاب ليها
واهم كتاب في الدنيا عن لوكالت دو سانت ايجيبت. لوكالت انا ما اعرف لهاش معنى بالعربي، لكن هي زي ما تقول تبجيل القديسين، عبادة القديسين، عمل مولد للقديسين، اي مكان. المهم يعني الكتاب ده فيه ميزتين. الميزة الاولانية ان الست اريتا معرفها شخصيا، يعني واحدة من الناس النوادر جدا في الدنيا اللي بتعرف الثلاث لغات اللي اتكتبت بهم المسيحية في مصر، اليوناني والقبطي والعربي. هي بتعرف الثلاثة وبتعرفهم كويس جدا. الكتاب ده بقى بتاعها واخد من البيزنطي من بدري خالص كده، قبل ما حتى اللغة القبطية تقف على رجليها في مصر، لحد العباسيين. تمام؟ يعني واخد ما يسمى بالشهداء الجدد اللي استشهدوا بعد دخول العرب مصر. تمام؟ وعامل حاجة اسمها، بنسميها احنا المصطلح بتاعها اسمه بروسوبوجرافي. بروسوبوجرافي ما اعرفش بالعربي يعني ايه بروسوبوجرافي، بس يعني ترتيب القديسين دول زمانيا ولغويا. يعني هيك بتدور على سانت جورج فتحت الجي هتلاقيه مرة تحت حرف جي في الترتيب، وهتلاقيه مرة في زمنه في تاريخ استشهاده يعني. تمام؟ والكتاب ده بتاع أريتا برضو مضخم بالمراجع، وأريتا هي اللي حطت قواعد كتير من اللي أنا قلتها وسط الكلام. فكرة إن سير الشهداء اسطمبة وبيتغير فيها إيه، أنا طبعا كاتبهم بالتفصيل، بس يعني ببساطة خالص أول ما ابتدى. نعم؟ هي بتكتب بالفرنساوي sometimes، يعني بتكتب بالفرنساوي احيانا، فرانكوفون بس مش فرنسوية. ببساطة خالص، اول ما اتدونت سير الشهداء في مصر كان ده مرتبط بمقاومة الوثنية. دي كل اللي هقوله دلوقتي وجهة نظر أريتا. يعني كان مرتبط بمقاومة الوثنية. المسيحية مهمة واعظم من الوثنية، لدرجة ان محبتك ليها ممكن تخليك توصل انك تستشهد، انك تقتل من اجل هذه الديانة. تمام؟ ده اقدم النصوص اللي موجودة عن سير الشهداء، اللي مرتبطة ب 313 وقبلها شوية وبعدها شوية، مرتبطة بالقرن الرابع يعني، والاستشهاد اللي تم فعلا على يد الاباطرة الرومان. ان بعد كده في قصص استشهاد نسبت الاباطرة الرومان بس ما عملوهاش، هم براءة منها يعني. المرحلة الثانية بتقول أريتا، بعد ما استقرت سير الشهداء كمقاومة للوثنية، اصبحت مهمة وقيمة ادبية وقيمة للتفاخر في حد ذاتها. يعني ايه؟ يعني خلاص عرفنا ان اول مرحلة للاستشهاد كان ده مقاومة للوثنية ودعم للديانة الوليدة، الديانة المسيحية الوليدة في مصر. بعد شوية اصبحت ان الاستشهاد في حد ذاته مفخرة، يعني فلان يقول لترتان ده انا عم الشهيد علان كده يعني. ده اثر في ايه على الادب؟ ده اثر على فكرة لما تستقر النصوص ابتدى تدخل فيها تفاصيل ما كانتش في المرحلة الاولى. يعني المرحلة الاولى فلان استشهد فلسطب، المرحلة الثانية فلان استشهد ورفاته أخذ وأكرم ووضع في المكان الفلاني. تمام؟ وبعدين ابتدت تدخل تفاصيل زي المزار والرفات وخلافه. في مرحلة تانية بعد كده ابتدى ينمزج الشهيد على نماذج من شخصيات الكتاب المقدس. يعني إذا فرض أن عندك شهيد قعد يتعذب، أنا آسف أن أنا بديكم ظهري بس عايز أبص يعني، ابتدى يتعذب فترة كبيرة قوي، فينمزج الشهيد ده على نموذج أيوب انه مر بتجربة عدد سنين طويلة. فالمرحلة الثالثة من تدوين سير الشهداء نمزجت على شخصيات بعينها من الكتاب المقدس. نمزجت الشهداء على شخصيات بعينها من الكتاب المقدس خلى الاقتباسات اللي بتقتبس من الكتاب المقدس في الادب القبطي في سير الشهداء اكتر. تمام؟ المرحلة الاخيرة هي دخول هذه النصوص، دخول سير الشهداء دي الى الليتورجيا القبطية، الى العبادة. ان مثلا لازم يذكر ان الشهيد اللي استشهد ده فلان استشهد يوم كذا، ده ما كانش في المراحل الثلاثة اللي قبل كده. طب ليه؟ هل احنا فعلا متأكدين ان الشهيد فلان اللي استشهد في القرن الرابع ولا الخامس ولا حتى بعد دخول العرب استشهد بالضبط يوم 17 توت اي تاريخ يعني؟ بالتأكيد لا، لا توجد وثيقة تاريخية ممكن بها نفهم الكلام ده او نتأكد من الكلام ده، لكن كان لازم ده يتكتب عشان النص هيتوظف في الليتورجيا وفي العظات. اتفضل. سؤال الكاتوميروس مبني على سيرة الشهداء، عشان كده في الاقتباسات لما انا مثلا يوم الانبا شنودة رئيس المتحدين بستلف سيرة اب بقى الانبا بولا عشان اقرا نفس القراءات. لا، الاباء المشاهير اوريدي احنا متاكدين من تواريخ ميلادهم، حتى لو ما كانش بدقه فاحنا عارفينهم اتنيحوا امتى واستشهدوا امتى. لا، ما انت خلي بالك، الكنيسه القبطيه عايزه داتا بيز عشان تشمل سير القديسين والشهداء دول،
عدد ضخم جدا جدا جدا. انا لسه يعني ما يصحش اقول كده، دي حاجات شخصيه، بس لسه على الماشي كده الدكتور جوده امبارح الاول امبارح قبل مركب القطر بيقول لي ده في الشهيد فلان مش هقول اسمه من الحته الفلانيه عندكم في الصيد مش موجود في الموسوعه القبطيه. قلت له يا دكتور ده قديس مشهور يعني شهيد مشهور يعني اسقف وشهيد مشهور جدا عندنا في الصعيد ومطلع عنه كتب بتاع ازاي مش موجود انتري عنه في الموسوعه القبطيه اللي اكبر عمل معمول في الدراسات القبطيه. قال لي طب راجع وبعد ما تراجع ما تلاقيهوش هتكتب عنه مقاله. تمام. انا ليه بقول لك القصه دي؟ بقول لك احنا محتاجين داتابيز ضخمه جدا عشان نجمل هؤلاء الشهداء وخاصه المتشابهين في الاسماء. بس ردا على سؤال حضرتك، المشاهير منهم احنا عارفين استشهدوا امتى وتاريخ حياتهم كويس، لان باخوميوس تلاميذه كتبوا تفاصيل 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 حياته، وشنوده تلاميذه كتبوا تفاصيل تفاصيل حياته، وهكذا وهكذا، وماري جرجس عنده تفاصيل، وابانوب عندنا عنده تفاصيل، و و و والمخطوطات بالعشرات لو ناوي تقرا في الحكايه دي. تمام. بس عشان الوقت المرحله بتاعه تدوين سيره القديس بتفاصيلها المرحله الرابعه ديت، وتاريخ عشان يقدر يدخلوه في الليتورجيه ويتعمل له مديح ويتعمل له نشيد وهكذا. اخر حاجه في تسجيل سير الشهداء والقديسين برضو دي اراء الست اريته مش ارائي ولا حاجه او ده تحليلها يعني، اللي هي فكره مقاومه محليه الشهيد في مقابل عالميته. يعني ايه؟ يعني مثلا شهيد ما من شهداء اخميم، تمام، الناس تعرفه في اخميم والناس بتحتفل بيه في اخميم، وانتوا عارفين ان الليتورجيه على مر القرون كانت ليتورجيه محليه، لتورجية الصعيد غير لتورجية وادي النطرون وهكذا يعني. فكان الشهيد ده بالتاريخ بالسيرة بالنشيد بيدخل في لتورجية أخميم أو لتورجية الصعيد يعني، بينما بتوع وادي النطرون ما يعرفوهوش. فآخر مرحلة من مراحل تدوين الشهداء هي فكرة عالمية الشهيد، إنك تنسب له أحداث مرتبطة مثلا إنه أي مكان راح أورشليم على سحابة ورجع مثلا، واخد بالك، او راح وادي النطرون مش عارف لاي سبب ورجع، او راح مجمع من المجامع الاربعه او الثلاثه المشهورين. فانك تعطي صبغه للشهيد عالميه دي بيساعد في شهرته وبيساعد في جذب الزوار للمكان اللي استشهد فيه الشهيد. اتفضل. دي ممكن الروايه بتاعه الحضور المشهور باسم المتعهدين لمجمع افسوس، لا دي مؤكده، ولا في نسطور من نفس السبب بتاعه نسطور ممكن بتاعه شنوده، لا لان احنا متاكدين منها. بس الروايه اللي هو لقوه ايمان اهل اخميم فهو قدامهم هيتعامل معاهم ازاي كلغه؟ يا بطرك قسطنطينيه لا اخميم كانت استيل بتعرف يوناني، بس ده موضوع تاني مش عايزين نخش في التفاصيل، انما القاعده العامه، القاعده العامه ان اخر مرحله من كتابه سير الشهداء اللقباط ان فكره محليه الشهيد انه مرتبط بمدينه بعينها في مكان بعينه تتنفي في مقابل ارتباطه بالمسيحية كلها او بالدولية، لان ده بيساعد في شهرة القديس وفي جذب، لان ده برضو عشان تبقوا فاهمين يعني فكرة ان يبقى في مزار محلي لشهيد من الشهداء ده مرتبط بالزيارة وبالفلوس، وان يتصرف فلوس في الدير ده فيقدر يبني سور ويقدر يبني هيكل ويقدر يشتري بخور، امور طبيعية يعني حتى استل لحد دلوقتي يعني، تمام، امور طبيعية، ده دير والدير ده عاوز يتبني والبنى ده بفلوس وهكذا، فاستل ان الزوار، لان دلوقتي مثلا ممنوع الزيارات ودي مشكلة يعني، تمام، فاستل نفس الفكره. فالمقاله اللي موجوده قدام حضراتكم دي بتاعه، خلي بالك، ميكينج اوف ذا كوبتيك تشيرش ذا تشيرش اوف مارترز، كيف صنع من الكنيسه القبطيه ما يعرف به كنيسه الشهداء. ده الست دي ما فيش تحليل ادق ولا اعمق من هذه المقاله في هذه النقطه، ازاي الكنيسه القبطيه خدت لقب كنيسه الشهداء. انا بعتقد المقاله دي نمره واحد، ما فيش اعظم منها في اي لغه تانية يعني. جاك فوندر فليت، جاك فوندر فليت طبعا استاذ الدراسات القبطيه في جامعه ليدن، بيعمل شويه حاجات. الحاجه المهمه انه بينشر تراث الانبا باسنتي، ولحسن الصدف ولسعاده حظنا ان ده الارشيف الوحيد اللي عندنا بالكامل عن إدارة أسقف لإبرشية في القرن السابع. الأنبا بسنتاوس، تمام؟ طبعا في الأنبا ابراهام وفي كذا واحد تاني، بس ده الوحيد اللي احنا عندنا ليه 600 دوكومنت. 600 دوكومنت، تمام؟ شوية منهم اتنشروا في بدايات القرن، نشرهم الراجل الفرنساوي ريفولو، لكن جاك فوندر فليت بإيدة 600 دوكومنت، وعنده عدد من طلابه بيشتغلوا ماجستيرات ودكتورات عن بسنتي، وكان في سيمينار زي كورس يعني بيتعمل سنويا، انا اتشرفت ان التحقت بيه مره ولا اتنين في هولندا يعني، عن بسنتي. جاك فوندر فليت جعل من بسنتي هذا نموذج لاداره الابرشيات في القرن السابع السادس السابع،
لو عايز تعرف الكنيسة كانت بتدار ازاي والاسقف بيشتغل ايه فعلا في القرن السادس السابع، عليك ان تقرأ انتاج جاك فوندر فريت عن بسنتي. حاليا بعد كل المقالات اللي طلعها وكل الريبورتس اللي عملها بيعد في كتاب ضخم جدا 1000 صفحة ولا حاجة، هيعمل فيه الاديشنز الجديدة مع ترجمتين، واحدة انجليزي واحدة فرنساوي. جاك فوندر فليت في الكورسات بتاعته، في المحاضرات اللي بيلقيها، خاصة محاضرته الرئيسية اللي ألقاها في مؤتمر كليرمونت 2016 يوليو 2016، عملت ضجة في الدنيا كلها، يعني طبعا ضجة عند أهل التخصص، يعني اللي هي فكرة عمومية الأدب القبطي. جاك فوندر فليت راجل يعني ربنا مديله موهبة في تعلم اللغات، موهبة يعني خارقة للطبيعة يعني، ودايما عنده ارتكارية في فكرة المصطلح الواحد في كذا لغة. فهو بيقول ان كلمة ادب في العربي اللي هي literature في الانجليزي، literature في الفرنساوي، دي ليها تعريف معين في القواميس، تمام؟ وبما ان العربي والانجليزي والفرنساوي دول لغات حديثة، فتعريفهم لكلمة literature يجب ان يختلف عن تعريفنا لكلمة literature ابطي، لان دي ادب قديم. ودخل في جدال مع اساتذة كبار جدا في الفكرة ديت، لكن ايا مكان الخلاصة ان جاك فوندر فليت بيعمل رؤية أكثر شمولية لفكرة الأدب القبطي، على أنه جزء من الأدب المسيحي الشرقي، على أنه جزء من الأدب المسيحي الشرقي. ليه؟ لأن نص واحد منحول على اسم أثناسيوس ممكن تلاقي السريان عندهم نفس النص بس بطريقة تانية، وتلاقي الجماعة كاتبينه في الجعزي بطريقة تالتة، وتلاقي الجماعة كاتبينه في اليوناني بطريقة رابعة، لكن الكور بتاع الفكرة هو هو واحد. فمين كان الأصل ومين عطى مين ومين علم مين؟ غالبا ما بيبقاش عندنا إجابة، تمام؟ فلذلك جاك فوندر فريد حساس جدا من فكرة انه في حاجة اسمها ادب قبطي او ادب سرياني او ادب جعزي، لكن هو بيعتقد دي فكرته، يعني انه هو ادب مسيحي، ادب مسيحي شرقي يجب ان يدرس على بعضه. بس طبعا اللي يقدر يدرسه على بعضه واحد زي جاك فوندر فريد بيعرف 14 15 17 لغة، لكن ده مش متاح للباحثين حتى في اوروبا، يعني ده مش متاح للباحثين حتى في اوروبا يعني. طبعا من ميزات جاك فوندر فليت انه كان رئيس الجمعية الدولية للدراسات القبطية لمدة 4 سنين، الـ International Association of Coptic Studies، وكانت مهمته الكبرى، مهمته الكبرى، ودي حاجة غريبة جدا ان هو كاثوليكي ما بحبش الأقباط، مهمته الكبرى انه يروج للدراسات القبطية. يعني لما في أساتذة كبيرة يعني أهم منه يمكن اتولوا مسؤولية الـ International Association دي 4 سنين، يعني هي بتنتخب لمدة 4 سنين زي الرئاسة كده، تمام؟ كان ممكن يعمل حاجات تانية كتيرة او تخلد اسمه او تشهره او تكسبه فلوس، تمام؟ لكن هو ما عملش كده، هي كانت شغله الاكتر انه يروح يدي كورس مثلا في بلجيكا، مش هيكسب فيه فلوس كتير قوي، لكن طول الوقت يروج للدراسات القبطية في بلجيكا، ما فيش في بلجيكا، او يروح يدي كورس في الساحل الغربي في امريكا 17 ساعة طيران من هولندا، عشان ايه؟ عشان يبقى فيه 2 3 4 5 طلبة جداد، يعني دماء جديدة تندفع في تخصص الدراسات القبطية. ده جاك فوندر فليت. بعد كده ابونا مارك شيريدن، اظن تعرفوه كويس، جه هنا مره ولا كده، مش كده؟ ابونا مارك شيريدن طبعا هو حاليا متقاعد، كان بروفيسور حاليا فوق السن، يعني بيعمل حاجتين مهمين جدا. ابونا مارك شيريدن بيفهم ازاي الاقباط او المؤلفين الاقباط وظفوا الكتاب المقدس، ودي حاجه خطيره جدا، يعني لا درسها مصريين ولا غير مصريين. ربما هو تفرد بالكتاب بتاعه عن الاسقف روفوس، اسقف شطب في القرن السادس السابع، لما كتب تعليقات، وللاسف وصلتنا يعني وصلتنا في هيئه شذرات متقطعه وحالتها صعبه، كتب تعليقات على متى ولوقا، تمام؟ فمش فكره انك تترجم نص قبطي وتنشره، اي واحد بيعرف قبطي ممكن يترجم نص قبطي وينشره، انما فكره انك ازاي اب في الصعيد في القرن السابع فسر آيات بعينها في اللاهوت، وده طبعا منعكس على لتورجيات اللقباط وعلى عقائد اللقباط. بس في حاجة تانية أخطر في مارك شيريدن، إن مارك شيريدن كاثوليكي وعاش وأب كاثوليكي يعني كاهن، يعني وعاش فترة كبيرة قوي من عمره في روما، وروما دي طاغية جدا، الفاتيكان لو حد فيكم راح دي طاغية جدا، كل شبر حتى بتوع البيتزا بيقولوا لك حاجة كاثوليكي، يعني طاغية جدا الكسلكة، يعني حتى الأرض لو خدت وديت معاها الأرض هتكلمك عن العقائد الكاثوليكية وعظمتها يعني. فأبونا شيريدن عمل حاجة لطيفة جدا في الكتاب بتاع روفوس ده، الوعظ عند الآباء الباترولوجيست الكبار بتوع القرون الأولى ليستايل لنظام، تمام؟ ففي نوع معين من العظات كان ابتداء أوريجين في قيصرية، طبعا أوريجين مش محتاج أتكلم عنه يعني كنت تعرف أوريجين ليه اسم كده باللاتيني أنا مش فاكره، بس العظة بتبقى إزاي؟ لأنه بيكلم ناس
تعليمها منخفض، فكان بيوعظ كده أوريجين بالظبط، بيقول أول آية في أول إصحاح في مرقس، بعدين يعلق عليها تعليق قصير، بعدين يقول هي هي نفس الآية، الآية الأولى في إنجيل مرقس في الإصحاح الأول يقولها هي هي، بعدين يقول تعليق تاني قصير مختلف. طب انتوا عارفين ان اوريجين كانت عنده قدرات تفوق الطبيعه، وكانت عنده ذاكره تفوق الطبيعه وكده. فمارك شيردن استنتج ان روفوس اسقف شوت استخدم الستايل ده في القرن السابع. ده معناه ببساطه خالص ان في رابط ما بيربط الاباء الباترولوجيست الكبار دول بتوع اسكندريه باسقفه الصعيد، وان في رابط ما قد يكون تعليم تلقاه الاسقف روفوس في مكان ما، قالوا له خلي بالك اوريجين كان بيوعظ بالطريقه دي فاستخدمها، ما تجيش بالصدفه. تمام. من هنا بقى فكره عمق تحليل وفهم الادب القبطي. تمام. ده عباره عن ايه؟ عباره عن نص الاسقف روفوس بيفسر متى. كان ممكن ابونا شيردين يقول لك ادي النص القبطي وادي الترجمه الانجليزي وشكرا سلام عليكم، وما يبقاش اثر، لان مجرد نشر النص ده خدمه علميه يعني. تمام. لكن فكره انك تفهم تحليله وتفهم جاي منين، هي دي الفكره. ابونا شيردين ليه مجموعه اعمال اخرى تتعلق بدراسه البلاغه القبطيه، ودراسة البلاغة القبطية ده تخصص للأسف يعني يكاد يكون في العالم كله ما فيش واحد ولا اتنين بيشتغل فيه. تعرفين البلاغة والتحسينات البيانية والبلاغية للنصوص، فأبونا مارك شيردن ليه عدة مقالات بتتكلم عن الموضوع ده. بعد كده هناخد أبونا إنزلو كيزي. أبونا إنزلو كيزي هو راهب في دير ماف بلجيكا، بس هو راهب خفي لم يره احد مطلقا يعني، ولا بيظهر في مؤتمرات ولا حد شافه. انزلو كيزي فيه ميزه خطيره جدا، انه بيجيد عدد ضخم جدا من اللغات، بيعمل حاجتين حقيقه يعني، بيعمل حاجتين بسبب ثقافته الموسعيه، بيعمل كتالوجات الحاجات المنشوره زي الكتالوج اللي قدام حضراتكم بتاع الحاجات المنشوره في باريس، ده كتالوج مهم جدا على صغر حجمه، ببساطه خالص انك تعرف المخطوطات اللي موجوده في باريس ايه، وايه منها منشور وايه منها مش منشور. لكن بيعمل حاجه ثانيه، بيعيد فحص الحاجات الشذرات الصغيره اللي معمول لها ايدنتيفيكيشن، اللي معمول لها بيسموه ايه بالعربي تعريف يعني، يعني حد قرا الشذره دي فافتكر انها نص قبطي مترجم من اليوناني لكرولوس الكبير مثلا يعني، فهو بيعيد فحص الشذرات دي عشان يفهم اكتر الشذرات دي جايه ليه كده ومتقطعه ليه كده ووصلتنا بالشكل ده ليه. وعنده سلسله مقالات في دوريه اورينتاليا في العشرين سنه اللي فاتوا جميلة جدا وممتازة جدا لو حد فيكم بيعرف يقرأ فرنساوي. لكن النتيجة المهمة اللي بيتبناها انزلو كيزي، وهي نتيجة مضادة للتيار العام في الدراسات القبطية كله، ان الأقباط حتى بعد خلق دنيا بعد 451 لم يهملوا ترجمة الآباء الكبار واللاهوت. الرأي السائد عند اغلب بتوع الدراسات القبطية ان الكنيسة القبطية حصل لها صدمة، حصل لها خضة بعد مجمع خلق دنيا، نامت بالليل صحيت الصبح لقت نفسها محرومة. تمام. فتيتو اورلاندي وكل تلاميذه وكل من والاه لحد ما جه انزلو كيزي بيعتقدوا في الفكره دي، ان الاقباط قللوا من ترجمتهم للنصوص اللاهوتيه او تجاهلوها، او قال لك خلي اللي بيعرف يقرا يوناني يقرا النصوص دي في اليوناني، ما احناش عايزين انقسامات اكتر من اللي حصل. تمام. انزلو كيزي باعاده تعريفه الري ايدنتيفيكيشن للشذرات ديت بيتبنى وجهه نظر، وهو بالفعل يعني عنده بعض الحق فيها، اني لا اللقباط ما اهملوش ترجمة النصوص القبطية، اللقباط ترجموا حاجات لباسيليوس، ترجموا حاجات لغرغوريوس الكبير وهكذا. على وجه التحديد المقالة دي في اورلينتاليا 2002 من كوربوس بازيليين عن كوبت، الكوربوس يعني مجموعة نصوص، يعني كوربوس باللاتيني يعني مجموعة نصوص، هي معناها جسد باللاتيني بس تستخدم في هذا المعنى، بازيليين يعني بتاع باسيليوس، بيجمع فيه كل الشذرات اللي هو بيعتقد انها منسوبة لباسيليوس وصلتنا في القبطي. تمام. وكلها بعد خلق دنيا. ايفا جاكاركوفسكا، ايفا جاكاركوفسكا بتشتغل مديرة مكتبة امستردام، جامعة امستردام، وبتتميز بميزة مهمة جدا انها قاعدة فوق الكتب، اي حاجة جديدة بتطلع بتروح هناك فهي قاعدة فوق الكتب. دي بقى اللي اخترعت فكرة التحليل الاجتماعي للادب القبطي اللي انا اشرت اليها من شوية لما قلت ان احنا لازم نفهم الذاكرة الاجتماعية للناس والسوشيال كونتكست بتاع النص، وليه اختار اللقباط انهم يحتفظوا بوقائع معينة في نصوصهم انهم يتجاهلوا وقائع اخرى. اللي دخل السوشيال كونتكست في الادب القبطي هي ايفا جاكاركوفسكا. اعتقد هي طبعا ستيل انتاجها العلمي صغير لانها ما بتشتغلش في وظيفه اكاديميه، بتشتغلش في جامعه يعني، ما بتشتغلش استاذه يعني، لكن اعتقد ان بعد فتره هيبقى اهم اسم في الدراسات الادب القبطي كله واهم محلل للادب القبطي كله هي هذه السيده العظيمه يعني.
لها مجموعة مقالات عن التحليل الاجتماعي للأدب القبطي ما بين 2012 ل 2017. ما ظنش يعني الدوريات دي بتيجي مصر ولا حد سمع اسمها في مصر، بس يعني احنا بنحاول مع مؤسسة ماري مرقص ان احنا نعمل حاجة. مشروعها الحالي السوشيال كونتكست بتاع الأدب القبطي، يعني بنحاول نجيب لها شوية حاجات. طبعا تعرفين الكتب غالية والدنيا صعبة، بس بنحاول نجيب لها شوية حاجات من أوروبا يكونوا يعني متاحين في مصر، يفتحوا عين الباحثين على حاجة جديدة. بس أي مكان لو كتبت اسمها على موقع جامعة أمستردام هتطلع هي ومؤلفتها ودنيتها كلها. يعني آخر حاجة، آخر شريحة، صدقوني آخر شريحة، دول ثلاث اقتباسات بس يلخصوا المحاضرة. ستيفن إيميل أستاذ الدراسات القبطية في جامعة مونستر بيقول History has not been kind to Coptic literature. طبعا كلكم تعرفوا انجليزي، سواء عايز يقول بالبلدي خالص الادب القبطي وصلنا في حاله مزريه بسبب ظروف سياسيه وظروف اجتماعيه وظروف اقتصاديه، لكن لو احنا رجعنا بالزمن وحاولنا نبني الكودكس دي كلها هتلاقي الادب القبطي اغنى كثير جدا مما وصلنا. تمام. ايفا جاكرزوفسكا اللي هي مديره مكتبه جامعه امستردام اللي انا وريتكم صورتها من شويه بتقول تكستميك اللي هو اعطاء النص القبطي وظيفه، اعطاء النص وظيفه يعني تكستميك سيكت اوف ريتوريكال نارتيف ستراكشر ويتش اي بليف، هي بتكلم عن نفسها، بروفايدز امبورتنت نيو انسايتس تو ذا جراماتيكال نيتشر. الست بتقول ان فهم الادب القبطي بالمفهوم الاجتماعي او بميثودولوجي مختلف او بمنهج مختلف هيخلينا حتى اللغه نفهمها بطريقه مختلفه. Nature, texture and properties of narrative engineering. ده بالعكس، ده احنا ممكن نفهم كمان فكرة الادب نفسه او القص نفسه بطريقة مختلفة لو فهمنا السوشيال كونتكست بتاعت الادب القبطي. ودي مقولة مهمة جدا ومقتبسة في عشرات المراجع، لو انت بتدخل على اكاديمية تلاقي الكوتيشن ده بالذات مقتبس كتير جدا. جاك فوندر فليت اخر حاجة اتكلم على الادب القبطي فبقول extremely rich، غني بطريقة مش ممكن، and interesting field of study، حاجة مهمة انك تدرسها، a field moreover that offers great potential for the study of literature in general. يعني الفهم الاوسع للادب القبطي هيخلينا نفهم الادب بصورة عامة. in general and even for the study of the human mind، يعني كمان هيخلينا نفهم العقل البشري. العقل البشري اللي صاغ الادب ده لازم نفهم كتابته كويس عشان نفهم العقل اللي صاغها شكله ايه. شكرا جزيلا.